السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في ليلة جديدة من ليالي مبادرة التواصل والتطوير والتي تنظمها جمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية، والتي انطلقت في أبريل من العام الماضي 2020. وعدنا ليلة إن شاء الله مع المحاضرة رقم 142 منذ انطلاقة المبادرة، وضيف كريم يطل علينا إطلالة متعددة ومتكررة بما فيها من المعلومة الغزيرة والنفع الكبير إن شاء الله، الأستاذ الدكتور أكرم حسن. دكتور أكرم طبعا غني عن التعريف، نعتذر عن بدء اللقاء متأخر لعطل تقني، لكن الحمد لله تم تداركه. ضيفنا الكريم الدكتور أكرم أستاذ إدارة الأعمال والمشاريع بالمركز القومي للبحوث بمصر، وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة إيبت بالولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراه في الهندسة من جامعة عين شمس في مصر، وعضو معهد إدارة المشاريع والمعهد الدولي لتحليل الأعمال، وعضو المعهد المحللين الماليين المعتمدين، وعضو معهد مؤسسة سيف انترناشونال للهندسة القيمية، وعضو معهد المحكمين المعتمدين والهيئة السعودية للمهندسين، واستشاري بنقابة المهندسين المصرية، وأيضا محاضر بالجامعة البريطانية بالقاهرة، والعديد من شهادات الاعتماد في إدارة المخاطر وإدارة المشاريع والتطوير المؤسسي والمحافظ والبرامج والمشاريع، وزمالة التحكيم الدولي، وزمالة في الهندسة القيمية، وشهادة اعتماد في إدارة التنمية. الكثير من المؤهلات والدراسات والخبرات الكبيرة التي نطوق إليها وكالعهد به دائما يقدمها إلينا بأسلوبه الرشيق المتميز. أكرم أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام. وسعيد جدا بالعودة واللقاء، وإن إحنا إن شاء الله نكون دايما زي ما إحنا متعودين نتقابل ونحاول نحقق معنى جديد وفايدة جديدة. بنحاول زي ما أقول بطبيعة الحال إن الناس مشغول والدنيا مشاغل، لكن بنحاول إن إحنا نقرب مع بعض ونحتفظ باللقاء الحميمي ده اللي إحنا كلنا سعداء بوجودكم فيه، وإن إحنا نراكم مرة تانية. بصراحة الجمعية ما بتحرمناش من اللقاء ده، وكذلك برضو المهندس هشام والزملاء مهندس حسام وغيرهم من القائمين على الدعم برضو بيساعدونا كتير. فشكرا للجميع ولتواصلكم ولحضوركم معنا، واتمنى ان شاء الله يكون أمسية جميلة وان شاء الله نحصل فيها أمور مفيدة، خاصة ان الموضوع يعني يعتبر الموضوع أصبح حرج جدا لينا كلنا، موضوع الصحة النفسية. طيب هنحاول إن شاء الله نتحرك في الموضوع، وبإذن الله سبحانه وتعالى نحقق الفايدة المقصودة. نبدأ دكتور بقى إن شاء أكرم، الله. دكتور أكرم أنا أستأذنك بس البداية لابد أن أشير أن الموضوع عندما تواصلنا بشأنه فيه من الغرابة والموضوع جديد بالفعل، الصحة النفسية لرواد الأعمال ومدراء المشاريع. الفكرة قبل ما تبدأ في العرض محتاج ان احنا نعرج عليها قليلا، لان احنا برضو حصل بيننا نقاش كده، هل نقول الحالة النفسية ولا الحالة العاطفية ولا الصحة النفسية ولا الحالة المزاجية للأعمال ومدراء المشاريع. فرجاء يعني طرح الأول قبل العرض نبذة كده بسيطة عن اتجاهك لهذا القانون المتميز بالفعل. الله يبارك لك ويحفظك. طيب شباب، عشان احنا ناخد تصور بسيط، احنا عندنا الانسان زي ما بتقول كده منظمه الصحه العالميه، الصحه عنده فيها ثلاث ابعاد. جميل. البعد الاول اللي هي الصحه البدنيه، ودي كلنا متفقين عليها وعارفينها، واي واحد منا بيعاني من مرض او من مشكله بيروح على طول الطبيب، حتى لو هو ما راحش بيبدا الناس اللي حواليه لا لازم تروح وانت تعبان ولازم تكشف ولازم تاخد مضادات ولازم تاخد فيتامينات وهكذا، فسهل جدا ان هو يلاحظها والناس تلاحظها وبدأ يحطوا حلول. في نوع تاني أكثر خفاء اللي هو ما يسمى بالصحة النفسية، إن ممكن الواحد يكون عنده مشاكل نفسية، مش بنقصد طبعا بالأمراض النفسية اللي هي الصرع والمشاكل اللي هي الضخمة اللي عليها تصورات كبيرة، لا بنقصد بيها الأمور اللي ما بتمكنكش إن أنت تخوض الأزمات وتخوض الظروف الصعبة وأنت قادر على اجتيازها. هما بيسموها المينتال هيلث، او ممكن تقول عليها ايه، القدره
على التعامل مع الأزمات والصدمات بمرونة. كويس، يبقى عندك قدرة على إنك أنت تتعافى سريعا. زي إيه مثلا؟ زي مثلا ممكن الواحد يجيله نوع من أنواع الاكتئاب نتيجة إن هو في العمل مش مستريح، ممكن يجيله نوع من القلق لأنه داخل على اختبار قريب، ممكن يجيله نوع من الإحباط لأنه خد امتحان معين أو تجربة معينة وما نجحتش. فبناء عليها دي بتولد شوية مشاكل عند الإنسان، فتبدأ تظهر بعض الأعراض اللي بتسبب بعد كده تداعيات لو ما تمش الإنسان يتعامل معها. زي مثلا ما يقدرش، يبقى عنده أرق مش قادر ينام، عنده إجهاد دائم، بيشعر بتنميل دائما في جسمه، حاسس إنه مش قادر يوجد علاقات مع الآخرين، بيحاول يهرب من أي اجتماعات أو لقاءات، حاسس دائما إنه هو مش عارف هو رايح فين، هيعمل إيه، يعني عنده نوع من أنواع إيه عدم وضوح الرؤية. شوية كده إيه مؤشرات إحنا بنقول عليها تريجرز، مؤشرات بس هي خطيرة شوية لازم نقف ونعرفها ونتعامل معها. طيب في البعد الثالث للصحة اللي هو بيسموها الصحة العاطفية، وهو ده كان بصراحة المدخل اللي كنا هندخل عليه، الصحة العاطفية. لكن الكلمة نفسها بتبقى عند بعض الناس يعني صحة عاطفية إيه، يعني إيه العاطفة وكده، رغم إن الجانب اللي هو العاطفي دوت ده اللي هو الإيموشنال يعني أصبح الآن بياخد مساحة كبيرة جدا، بقى أكثر خطورة من موضوع الصحة النفسية، بقوا مهتمين بيه أكثر. ليه؟ لأن بيقولوا إن الصحة العاطفية لو أنت مش صحيح عاطفيا هتعمل دايما صدمات، هتلاقي دايما طول ما أنت ماشي في حياتك وعلاقاتك مع الآخرين صدمات، فمع الصدمات دي هتبدأ تأثر على حالتك النفسية، فتأثر على الصحة النفسية، وبعد كده تأثر على حالتك البدنية، تأثر على الصحة البدنية. سهل قوي تقول انا رايح لطبيب نفسي، لكن صعب قوي تروح لطبيب عاطفي مثلا، فهتقول له انا اروح لمين يعني، مين الطبيب، مين اللي هو مصنف طبيب عاطفي؟ بس الموضوع ده كان من زمان، وهو دي زي ما بيسموها مساحه، كانت ناس كتير بتهتم فيه وبتهتم بان هي ازاي تعالج المشاكل العاطفيه اللي بتحصل، سواء بقى كان بيتم عن طريق المدرسين في المدارس او عن طريق العائلات والاقارب. لكن النهارده نتيجه ان الناس بدات تبعد عن بعض، مبقاش في حد يقدر يخش ويعالج الصدمات العاطفية أو يحافظ على الصحة العاطفية للناس اللي موجودة حواليه. فلذلك احنا ايه يعني بجينا نحكي صحة عاطفية، يعني قلنا الكلام ممكن الناس تتصور بقى ان واحد مثلا خطب واحدة وحصلت صدمة فمش قادر يكمل. لا، هي الصحة العاطفية ممكن تتعلق حتى بالعمل، بأصدقائك في العمل، بالمدير بتاعك، حصل لك صدمة عاطفية انت كنت معتمد عليه ومتعشم جدا ان هو لو حصلت لك مشكلة هيقف معاك، تفاجأ ان هو سابك، تبقى أزمة كبيرة. انت في واحد من المرؤوسين معاك شغال معاك وانت بتساعده واقف معاه وعامله سبورت جامد، فجاه يخذلك في موقف انت كنت متوقع ان هو يقف معاك، يعمل لك صدمه عاطفيه. فاحنا هنزي ما سموها هنحاول نغطي الابعاد المختلفه. فبشكل عام زي ما قلنا الصحه، ففي صحه بدنيه وكلنا نقدر نلاحظها، في صحه نفسيه بتبقى اكثر خفاء وكتير قوي الواحد بينفعل، عنده انفعال زائد وعنده حساسيه عاليه وهو مش عارف ليه، بس هو في الحقيقة بيبقى عنده مشكلة نفسية بسيطة عايزة تتعالج. فمن عليها هنقول إزاي يعالجها وإزاي يحافظ على صحته النفسية قبل ما الموضوع يوصل إن يكون مضطر يروح لواحد مختص ويقعد بقى يعالجه ويقول له أنت مشكلتك كذا، ويحط له شازلونج ويقول له رجع ظهرك، يحكي لي حياتك من كنت صغير، قصص اللي من نوعه. ماشي، نلحق الموضوع بدري بدري أفضل. وهو ده باشمهندس هشام اللي خلاني أتكلم في الموضوع. هو فعلا الموضوع المطلوب، موضوع مطلوب جدا وهام جدا، ويعني ولعل البعض زحام العمل لا يدرك مدى أهمية الموضوع، لكنه فعلا موضوع أعتقد الكثيرين بعد سماع الحضرة هشعروا قد إيه كانوا محتاجين إن هم يسمعوها وإن هم يهتموا وينتبهوا لهذه النقطة. نعم، جميل جدا. طيب شكرا، نبدأ بقى يا شباب. الموضوع بتاعنا زي ما قلنا بسيط خالص، بيتكلم على المينتال هيلث. انا اخترت اكبر حاجه يعني كمثال ليها الناس بتاعه اطفاء الحرائق. الناس بتاعه اطفاء الحرائق ده في حتى فيلم الجديد لانجيلا جولي بتتكلم على ان هي شغاله واحد بتقوم بعمل مطفي الحرائق. الفيلم بيقول ايه، بيقول ان الاشخاص دي بتتعرض لصدمات كتير في اثناء عملها، سواء صدمات عاطفيه او صدمات نفسيه، واحيانا بصدمات كمان مشاكل يعني صحيه وتعرض لحرائق وكده. فالناس دي انا شايفها النموذج الامثل، ان انت كرائد اعمال او انت كمدير مشروع حاول فكر في الناس دي قد ايه الناس دي بتتعرض لكم من الصدمات، لكن سبحان الله
مجرد ما بيبعت لهم وينادوهم على طول بيروحوا نازلين ويلبوا في اي منطقه فيها حريق. حاول تفكر بعقليه الشخص ده، هتلاقي الامور عليك سهله جدا. هي كويس، الشخص ده بيخاطر بحياته ولكن هو بيحاول ينقذ الاخرين. نفس القصه، انت لما بتكون مدير مشروع او بتكون مدير عمل، انت ممكن تخاطر بحياتك بس عشان وراك مجموعه من الناس هما يعني بيرزقوا او بيستفيدوا منك كويس كده، او من وراك، او حياتهم مرتبطه باسر وعائلات وناس عايزه تعمل اعياد ميلاد وناس عايزه تخرج وناس عايزه تتفسح وناس عايزه تدخل ولادها المدارس وناس عايزه تعالج الناس المرضى اللي عندها، انت مهمتك كبيره. فلذلك فكر في نفسك على انك هيرو، انت قائد لمجموعه للفاير فايتنج، ان انت تقفل الحرائق. فانا حسيت ان ده ايه، ممكن يكون حاجه قربنا للفكره بتاعتي. طيب الشخص ده اللي هو بيطفي الحرائق دايما بيبقى دايما جاهز، بيرد يعني دايما جاهز، دايما في حياته كلها بيفكر كده، هل انا كابابل، انا عندي قدره ان انا اخش وعالج وحل، هل انا اقدر اتعامل في الاوقات الصعبه في الازمات في الظروف الحرجه، انا جاهز. هو حقيقه عشان يكون بيقوم بالدور ده لازم يكون جاهز. طب يعني ايه جاهز؟ جاهز ببساطه خالص انه لما هيدخل في الازمه هيخرج من غير انكسار، ما ينكسرش. بس يعني ايه من غير انكسار؟ يعني ما يخرجش من الازمه بمرض، سواء مرض صحي وزي ما قلنا ده سهل نعرفه، او مرض نفسي جاي له اكتئاب، جاي له الم، جاي له كذا، ما كده. نضرب مثال، في واحد من رواد الاعمال، راجل امريكي وكان في العشرين من عمره، وبدا رحله سريعه جدا انه يعمل منصات الكترونيه، وعمل شركه ضخمه قوي واصبح رئيس تنفيذي للشركه وهو الاونر ليها. جمع مليار في حوالي 3 او 4 سنوات، مليار دولار. وبعد ما قام بالعمل ده وجد نفسه جاله مرض اسمه الاكتئاب السريري. ايه الاكتئاب السريري ده؟ ربنا يعافينا، ان الواحد يبقى قاعد في سريره ومش عايز يقوم منه، خلاص هو اغلق كل الابواب وقاعد كده مع نفسه. الشخص ده بعد ما اصيب بالمرض ده بدا يعمل محاولات عشان يخرج من المرض، وبدا كمان يعمل زي كمحاضر، وبدا يكتب كتب على خطوره الموضوع، خطوره ان انت تدفع بنفسك في تيار من الاعمال والمشاغل وتوصل لمرحله خطيره قوي من الامراض النفسيه بيسموها ادمان العمل، تبقى مش عايز تخرج من العمل. المهم ان صاحبنا ده بعد ما حصل له الحاله دي بدا يعني يخوف الناس من الموضوع، وان لا لازم ياخدوا بالهم، رغم ان هو عمل مليار دولار. لان هو بعد ما عمل مليار دولار وجد نفسه فقد شيء مهم جدا، فقد حياته، فقد تواصله مع الاخرين. المهم فضل يصارع في المرض ده الى ان توفاه الله في 2016 بعدها بحوالي 4 سنين من المحاولات. الراجل ده انا بعتبره جرس انذار، خد بالك من نفسك، خد بالك من نفسك، لان مش كل الناس بتكون مستعد ان هي تدخل ازمات وان هي تعب. ليه؟ لان عندنا دلوقتي في حاجه، مصطلح غريب قوي بيقول لك اسمها الهشاشه النفسيه. ايه الهشاشه النفسيه دي؟ الناس ما بقتش مستحمله. زمان كنت بتلاقي مننا مثلا الفلاح يخرج ويضرب ويضرب في الارض ويشيل ويحط طول النهار، ويصارع مع الغفير ويصارع مع العمده، ويعمل ويتحرك حياته بمنتهى القوه وبيكمل. عنده ايه؟ عنده احنا بنسميها صلابه نفسيه، كويس كده، عنده مرونه نفسيه، مع الازمه بيخبط وبيرجع تاني. وده الحال عندنا حتى في الحديث عند المؤمن، يقول المؤمن تلاقيه كالزرع بيتجيله الريح تاخده وبيرجع تاني الى مكان كويس، فما عندوش الصلابة دي. فنتيجة الهشاشة النفسية مع أول أزمات بيقع. وتفاجأ النهاردة مثلا أنت قاعد مع أولادك، أول ما تيجي لا يا فلانة ما تذاكري، تروح تقعد تبكي. إيه يا بنتي، ما أنا ما قلتلكيش حاجة، أنا بقول لك ذاكري. لا أصل أنت ما كلمتنيش بأسلوب كويس. جميل؟ دي بيسموها إيه؟ هشاشة نفسية. أو هي تقول لك أنا زمايلي في المدرسة اتنمروا عليا، عملوا إيه يا بنتي؟ إيه مش عايزيني أروح معاهم أشتري حاجة من الكانتين. طب ما تمروش عليك ولا حاجه، ولا هم ضربوكي، ولا هم سموكي باسم مش مناسب، ولا هم اساؤوكي، لكن ليه حصل كده؟ فيها هشاشه نفسيه. وتواجه احيانا ده مع الناس برضو في العمل النهارده. تيجي واحد يقول لك انا ما قدرتش، ايه ما قدرتش ليه تيجي؟ مش انت عامل وعارف ان انت بتاخد باليوميه وانت هتقدر تاكل اولادك من ده؟ يقول لك انا كنت متضايق.
يا عم متضايق، ما كانش بيحصل زمان كده، كان العامل بيتفحت والله، ورغم كده تاني يوم لازم يطلع. احنا نفسنا كان بيحصل معانا مهما كان من ضغوط وتاني يوم نيجي. بس بدات تظهر الظاهره دي بتاعت الهشاشه دي. الهشاشه دي بدات ايه تتسرب للناس، بدا الواحد ايه كل واحد يجي يتكلم يقول لك انا متضايق، انا تعبان، الظروف مش كويسه، الظروف مش حلوه، انا خلاص تعبت، انا مش قادر اكمل تاني زي ما كنت الاول. اصبحت ايه كلمه متداوله. ايه يا جماعه حصل؟ احنا كنا ما شاء الله بنمشي وبنتحمل وبنعدي، يقول لك التكييف بتاع العربيه ما بقاش مريح. بالله عليك ما كنا بنمشي ساعات وما كانش في سياره اصلا. دلوقتي بقى وكنا بنركب ميكروباص وبنركب السياره ونركب الترمو، كانت الحياه اسهل من كده. كويس كده، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل خلى الموضوعات بقت صعبه وخلانا في نوع من انواع الهشاشه النفسيه؟ بقت اي مشكله ولو بسيطه في العمل تتصاعد قوي وتتكبر قوي وتبدا تحجمها بحجم غير حجمه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرالك؟ وكنت كويس وقوي وماشي، ايه اللي انت فقدته اثناء الطريق فبناء عليها خلاك مش قادر تكمل؟ ايه اللي حصل لك؟ ده سؤال محتاجين كلنا نساله لنفسنا. هل انا فعلا بنفس الجهد والعافيه والقوه والقدره على تلقي صدمات او التعامل معاها او عبورها زي قبل ولا لا؟ لو انا زي قبل او اقوى ممتاز، انت في الطريق الصح. لو بتعاني بقى من وعكه وكل شويه تقوم ونفسيتك اصل انا مكتئب، اصل انا مش قادر، اصل الوضع سيء، اصل الناس مش متعاونه، لو تصبح بتشكي كتير قوي فده برضو مؤشر ان في حاجه جواك بدات تتحرك في اتجاه خطأ. يعني ايه تحرك في اتجاه خطأ؟ البوصله اتغيرت. كويس كده؟ استاذ محمد بيقول فعلا دلوقتي في حديث تواصل يعني وسائل التواصل بتقول ان في موظف انتحر داخل الشركه نتيجه ضغوط العمل، يعني انتحر داخل الشركه نفسها. فهو ده الشباب اللي بنقول عليه، هو ده اللي بنحذر منه. الموضوع صدقوني مهم جدا جدا جدا. صحتك النفسيه اهم من صحتك الجسديه. عايز كلام اكتر من كده؟ يعني لو انت حافظت على صحتك النفسيه ممكن تدفع المشاكل اللي جالك في الصحه النفسيه، بينما لو صحتك النفسيه في النازل مش هتقدر انت تضبط صحتك الجسديه. مش بس كده، ده هتلاقي كمان ان عايز اقول لك ايه، لو عندك بس مشكله وصدمه عاطفيه ممكن تلاقيها راح تاثر على الجانب النفسي واثر كمان على الجانب البدني. الموضوع كبير. الحل اكون جاهز. اكون جاهز ازاي؟ هنحكي بقى يعني اعمل ايه عشان اكون جاهز. طب ليه اكون جاهز يعني؟ ما هو خلاص ما انا ماشي زي ما انا ماشي طول حياتي. إيه لا، خد بالك البوصله بتاعتك بتنحرف شويه. انت كنت ماشي بقوه وبتنجح، كنت ماشي وما بتشكيش، كنت ماشي ومتماسك، كنت ماشي ودايما راسك فوق، كنت ماشي ومهما تيجي الصدمه وقوه الريح بتكسر تمشي. النهارده لا، انت حاسس انك انت في حاجه بتمنعك. انا بحاول امشي بس في عندي اعباء واحمال كتير. الشعور ده جميل. تعالوا كده نمشي كده ونشوف الشعور ده. قبل ما نمشي ونعرف الشعور ايه اللي خلى الواحد برضو يخش في الموضوع ده بتفاصيل اكتر، ان كنا شغالين على جايد، يعني دليل من الادله بتاعت البي ام اي، اسمه البي ام سي دي، بيتكلم ازاي انك انت تطور مدراء مشاريع وتوجد عندهم قدره على التنافسيه. فلما كنا شغالين كنا بنتكلم ان هو الواحد محتاج شويه امور، محتاج معرفه ومحتاج مهارات ومحتاج امور تتعلق بالفورمانس الاداء بتاعه، بس حاجات تتعلق بشخصيته. رائد الاعمال ده في النهايه انسان يا شباب مش اله. مدير المشروع ده مش روبوت هيمشي ويروح ويرجع زي ما احنا عايزين، ده انسان. عشان انسان محتاج شويه امور تساعده عشان يعيش كانسان، محتاج حد يتواصل معاه، محتاج احيانا حد يقوده وهو يقود اخرين، محتاج يدخل ويدير ويعرف ويحترف في ادائه ويكون مؤثر مع اللي حواليه. لو فقد الامور دي هو مش هيلاقي نفسه، هو هيلاقي ان المكان اتقفل عليه، يقول لك بيئه العمل عندي سيئه قوي. هي يعني مش بيئه العمل سيئه، بس انت ما بقتش تشوفها زي ما كنت بتشوفها قبل كده. انت للاسف تلبس الايه؟ النظاره السوداء وما تشوفش الدنيا زي ما هي. طب ليه انت لبست النظاره السوداء؟ ظروف يا اخي. الظروف والضغوط. الضغوط عليا كتيره. تعال نرحل كده ونشوف يعني ايه ضغوط صعبه، يعني تف تايم. يعني الوقت مش مساعد. جات لنا كورونا ومن ساعه ما جت وهي الناس عماله تقع واحد ورا التاني واحد ورا التاني واحد ورا التاني،
واحد خسر فلوسه، وواحد خسر وظيفته، وواحد حتى خسر علاقاته مع الناس اللي حواليه، وواحد وقع في ديون وعليه مساءلات ماليه، وواحد حاسس ان هو مش قادر يكمل لان مدخراته بدات تنتهي، مش عارف هيسافر فين ويروح فين. مشاكل جامه لو قعدت تجمعها مش هننتهي. خلينا نضرب مثال بسيط خالص بمهندس اسمه مهندس رشيد. هنرمز ليه بمهندس رشيد. مهندس رشيد هو مهندس كان متفوق في دراسته، ولما اتخرج راح اشتغل في شركه مرموقه للمقاولات، وقدر يعمل نجاحات كبيره قوي في اثناء عمله. لكن المهندس رشيد طبيعته انه شخص حساس شويه، بيحب دايما الناس اللي حواليه يتعامل معاه بادب واخلاقيات واسلوب جيد. مهندس رشيد بدات الناس تتغير واسلوبها يتغير، وبدا يبقى فيه حيله ودهاء وسياسات ومشاكل في العمل. مهندس رشيد مش قادر يتحمل. مرة اتنين تلاتة جاله نوع من انواع الاكتئاب، قفل ومش عايز يروح الشغل تاني. زوجته تكلمه، اولاده يكلموه، والده والدته مش عايز يستكيب، خلاص قفل. هما مش عارفين يعملوا ايه. لدرجة هما قالوا خلاص سيب العمل وخد مثلا مبلغ، هما كانوا مدخلين مبلغ والده والدته، وروح اعمل لنفسك شركة او اعمل لنفسك مكتب او اشتغل تشطيبات، اتصرف. لكن يا ابني مش هينفع بعد السنين دي وبعد ما كنت في الكلام المرموقة دي ان حياتك تنتهي. مهندس رشيد عايز بس مش قادر. في جوه حاجات كتير منعاه، خايف يعمل التجربه، خايف يفشل. عنده بقى عنده رهاب من اللي حواليه، حاسس الناس كلها ممكن تكون قصدها ان هي توقعه او هي تاخد منه او ان هي تفقده احترامه وتقديره. بقى عنده مشاكل نفسيه. الخطوره فين؟ ان ولا والده ولا والدته ولا زوجته ولا اولاده ولا الناس المحيط بيه ولا هو نفسه عارف ان هو بقى عنده مشاكل نفسيه. ان الموضوع تعدى مرحلة إن المهندس رشيد الكف الناجح، مهندس رشيد مريض، ولو سبناه بين الناس هيتحول لشخص أحياناً بيبقى بيسموه مسيطر، يبقى عايز إن هو ينال من الآخرين عشان يدي لنفسه نوع من أنواع الرضا، بيسموه الدفاع النفس، يعمل حيل دفاعية عن نفسه، يبدأ يعني زي ما يسموها يتنمر على الآخرين عشان يكمل. فلو أنت جبت له عمل خاص، وفعلاً ده اللي عمله والده، جاب له عمل خاص، بدأ المهندس رشيد يذيق العمال والسكرتارية والموظفين سوء العذاب. ليه؟ هو بقى عنده مشكلة نفسية. إحنا سبناه على الناس وعنده مشكلة نفسية. هو شخص محترم وجيد وخلوق وبيتكلم كلام جيد ودراساته جميلة، شهادته أجمل، وعنده إكسبيرينس جميل قوي، واشتغل بره واشتغل جوه، لكن في النهاية أصبح مريض. ولا هو عارف ان هو مريض ولا الناس عارفه ان هو مريض. كويس. فخلينا نتصور قد ايه خطوره وجود المهندس رشيد ده في قطاع الاعمال، مع المشاريع ومع المشروعات مع الخدمات والمنتجات، هيعمل فينا ايه مهندس رشيد؟ الاحصائيات بتاعه الهيئه الصحه العالميه بتقول ما بين كل 4 في واحد مريض نفسي، ما بين كل 4 في العالم في واحد مريض نفسي. الاحصائيات اللي جايه من الجهات الاستشاريه اللي بتدرس عمليات رواد الاعمال ومشاكلهم وكذا بيقولوا حاجه اصعب شويه، بيقولوا ان 50% من رواد الاعمال عندهم مشاكل نفسيه، اما عنده اكتئاب واما عنده ارق واما عنده عاطفه زايده واما عنده انفعال زائد واما عنده ادمان للعمل واما عنده استجابه للضغوط والتوترات واما عنده عدائيه في التعامل مع الناس اللي حواليه، او عنده اكتئاب وعنده عدم رغبه الاجتماع مع الناس. يا نهار ابيض، ما بين كل 2 واحد. ده الموضوع كتير كده. لدرجه هم بيقولوا حوالي 60% من الناس بعد ما حصلت الجائحه بتاعت كورونا والمشاكل دي ما بقاش مركز في عمله اصلا، خلاص بقى يجيله زي حاجه من الايه، من الذهول كده، يعني مش مركز، بقى في حته ثانيه. كويس. لذلك احنا بنقول ايه، الموضوع مش باين. بيعمل دامج او بيعمل دامج، في خسائر، في خسائر عندنا في الناس، وفي خسائر كمان في الممتلكات. ليه؟ احنا مش عارفين. احنا كان عندنا مشكله لما حصلت كورونا، النظام الصحي نفسه بتاعنا اللي هو بس خاص بالجوانب البدنيه انهار، ما قدرش يتحمل على المستوى العالمي. فما بالك بقى كمان لما تدخل له كمان النظام النفسي، هي فين الدكاترة ومين اللي هيروح لهم وهجيب منين فلوس؟
خد بالك الدكاتره النفسيين بيبقى اسعارهم عاليه اكتر من جهات تانيه، وان كان دلوقتي في بعض الايه مواقع مجانيه جميله بتبقى ايه ممكن تحل المشكله جزئيا، بس الموضوع بقى كبير. مش مطلوب تروح تاخد ادويه، لكن المطلوب ايه؟ الوقايه خير من العلاج. حافظ على صحتك النفسيه، وده ان شاء الله هيكون وقايه ليك، عشان ما نلاقيش نفسنا واقعين في المشكله اللي واقع فيها مهندس رشيد ونبدا نفكر هنطلع ازاي؟ والله مش عارفين هنطلع ازاي. يعني اعمل ايه يعني؟ لازم تبني صحه نفسيه جدا. لازم تخلي نفسك كده والبينج، يعني حاسس انك انت ايه؟ كويس. حاسس ان انت سعيد. حاسس بالسكينه. حاسس بالطمانينه. لازم توصل للمرحله دي. ليه؟ عشان الجاي الله اعلم بيه، ممكن يكون اصعب. هنعمل ايه؟ بس كان في ده انا فاكرين يا شباب ده بيفكرنا بايه بالازمه بتاعت كورونا، بيفكرنا بايام 2008 لما حصلت مشكله الاسهم. وناس انهارت وعدد كبير جدا من رجال الاعمال المستثمرين دخلوا مصحات. لدرجه ان في مصحات متخصصه بدات عشان تعالج الموضوع ده. النهارده عندنا مثلا على سبيل المثال في المملكه بدأوا يعملوا حاجه اسمها عيادات الاعمال. الناس اللي اصيبت باصابات نتيجه العمل، مش اصابات بقى بدني وكذا، لا عندها اصابات نفسيه. نفسيتها اتدمرت، عواطفها اتكسرت. الناس دي بقوا يعملوا حاجه اسمها عيادات الاعمال، مبادره كده عيادات الاعمال كويس كده، ومشرف عليها سمو الامير بندر اللي هو ايه رئيس الحرس الوطني. وازاي بدات تبدا تبقى ليها تاثير، يعني بدات تنتشر في اماكن في الغرف التجاريه، بقى في حاجه اسمها عيادات الاعمال. انت من رجال الاعمال وبتعاني من اي ظاهره من المظاهر اللي بنحكيها دي، تعال بسرعه عشان نطمن عليك. عيادات الاعمال دي احنا محتاجينها في كل مكان. المراكز اللي من النوع ده اللي هي بتعمل وقايه او اعاده او تعافي، امريكا في 2016 قررت انها تعملها في كل الولايات. ليه؟ قالت لك ممكن تحصل صدمه، ازمه، كارثه، مشكله اقتصاديه، وباء، نقدر حد يقعد يتكلم مع الناس ويخرجهم من الوضع اللي هم فيه. كويس. طب ازاي ابني يعني ابني اعمل ايه؟ كويس. بيقول لك انك انت تقدر تدير شويه عقلك وافكارك، وتبدا تحسن شويه قدرتك على ان انت تتعامل وتواجه. بيقولوا مرحلتين جمل قوي. المرحله الاولى عود نفسك تواجه السهم الاول، فيرست ار، معلش مؤلم بس معلش لازم تواجهه، ما ينفعش تهرب. ما ينفعش تهرب لانها مسؤوليه. ما ينفعش تهرب من مشروعك وفي ازمه ماليه، ما ينفعش تهرب من مشروعك وفي ازمه في الاداره، ما ينفعش تهرب من مشروعك في ازمه فنيه، ما ينفعش تهرب. انت الهيرو، انت البطل، لازم تقف. خد السهم الاول معلش. طب وبعدين هفضل كده على طول اتلقى سهام؟ لا، السهم الثاني بقى لازم تكسره قبل ما يوصل لك. لازم بقى تدير مخاطر بقى، لازم تشوف اللي جاي تقدر تتعامل معاه. انا السنه دي 2021 جات لي صدمات لا نهائيه مثلا، وقدرت الحمد لله اقف واكمل واستمر. ما استناش بقى تيجي لي صدمات كمان 22، لا، لازم اكون جاهز بقى 22. عرفت منين الصدمات بتيجي والازمات بتتكون ومنين المخاطر بتحصل، وابدا اقف بقى واوقفها، اديرها، اعمل لها حاجه اسمها ريسبونس بلان، ارد عليها هتعامل معاها ازاي. انا لو جات لي ازمه شيكات في اثناء الفتره بتاعت السنه دي، ما لازم افكر ازاي ما يجيليش ازمه شيكات الشهر السنه الجايه. لو جاتني ازمه مع العماله والعماله مش متواجده، لازم اشوف ان انا هحط بدائل ازاي للعماله غير متواجده لو انا شركه مقاولات. لو انا بشتغل استشاري وما وجدتش الشغل ومفيش فرص عمل كبيره، طب ايه غير نشاطي؟ هل ادخل مثلا خليه تدريب؟ هل مثلا ابدا اعمل في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل اعمل مثلا بعض الاستشارات الالكترونيه واعمل نفسي ابلكيشن واشتغل؟ لازم تشوف حلول. ماشي انت كويس ان انت عديت 21 من غير ما تقع وخدت السهم واستحملت، ده رائع. احنا مش عايزينك بقى تقع او تتلقى اسهم ثانيه، لا، في 22 ابدا حط خطه تقدر تتعامل مع الاسهم اللي جايه عليك. ما تنتظرش الناس يقول لك فاير، تقول لك مع السلامه، لا ما تستناش. انت ارسم خط حياتك، يقول لك ما فيش ما باليد حيل. لا لا، ما فيش حاجه اسمها ما باليد حيل. كويس كده؟ في حيل. بس انت فكر شويه. ابذل جهد. ابدا اتعامل زي ما قلنا بقوه. كويس كده؟ نفسيه مع الاحداث. ولا تتقزم ولا تنهزم. ليه؟ انت البطل. فكر في دي كتير قوي. فكر في الراجل بتاع اطفاء الحريق ده ازاي بيخرج. وقد ايه بيتعرض لضغوط ومشاكل. ازاي بيشوف ناس بتتحرق قدامه؟ قد ايه صدمه نفسيه دي؟ اشيل بيشوف اطفال بتصرخ وهي بتموت.
قد ايه صدمه نفسيه دي. فكر في الراجل ده وحاول تقول انا الحمد لله مش واصل للدرجه دي، لكن انا لازم اوصل للمستوى النفسيه دي. كويس، ما تسيبش بقى السهم تاني يجي خلاص، كفايه بس. برافو عليك، ممتاز، عديت 21، كلنا بنقول لك انت البطل. جميل، تعال نكمل. طب يعني هنعمل ايه برضه؟ انت لسه ما قلتليش. المنح هي محن، بس هي منح ازاي يعني؟ لان هي دي الطبيعه. جميل، هي دي الطبيعه، لازم تخرج بقى وتعيش طبيعه الواقع. ما تحاولش تفترض واقع افتراضي وعايز تعيش فيه، لا، الميتافيرس مش هيخرجك من الازمه، بالعكس ممكن يدخلك في ازمه اكبر ويسبب لك مشاكل نفسيه اكبر. امال اعمل ايه؟ لازم تخرج، اخرج للطبيعه كده وعيش معاها. يعني اعمل ايه؟ يعني عايزني اخرج كده في الشوارع؟ اخرج، كل ما تلاقي فرصه اخرج، اخرج للاوبن اريا، مناطق مفتوحه، حاول تشوف كده الطبيعه، حاول تشوف السماء. ايه رايك؟ بقالك قد ايه ما بصيتش للسماء والنجوم؟ بقالك قد ايه ما شفتش البحر؟ بقالك قد ايه ما طلعتش في نزهه بحريه او نيليه؟ بقالك قد ايه ما قعدتش في مكان مفتوح وفيه خضره وقاعد تتفرج على الاء الله سبحانه وتعالى ونعمه؟ بقالك قد ايه؟ ضيعت قد ايه من عمرك وانت غافل عن الامور دي؟ نحكي القصه، قصه جميله، واحد اسمه شاهد. شاهد نفسه يعيش السعاده، مش عارف. قالوا له والله في حكيم في البلد الفلانيه، روح له هيحل لك المشكله. راح للحكيم، قال له يا حكيم انا عايز اعرف السعاده. قال له موضوع بسيط، هات كاسه، اداله كاسه كده وقال له الكاسه دي شايف فيها ايه؟ مشروب، صح؟ ايوه، خليك ماسك الكاسه دي، اوعى المشروب ده يقع منك، بس عايزك تلف كده في الايه، في القريه، وتتفرج على اللي حواليها وترجع لي في نهايه اليوم، بس اهم حاجه مفيش حاجه تقع من الكاسه. رجع شاهد ومع الكاسه، في حاجه وقع من الكاسه؟ لا، شاهد اهو كاسه اهي، مفيش اي حاجه وقعت منها، تمام يا شاهد. قال له قول لي بقى يا حكيم سر السعاده. قال له يا شاهد قبل ما احكي لك سر السعاده، انا عايز اعرف، انت شفت الجداول والانهار اللي عندنا؟ قال له لا. قال له شفت التجمعات بتاعت الناس الفلاحين وهم قاعدين مبسوطين وبياكلوا؟ قال له لا. قال له شفت الشجر والطيور رايحه وجايه وعليه؟ قال له لا. قال له انت، قال له ما كنت بتعمل ايه يا شاهد؟ قال له انا كنت بقى ماسك يا حكيم الكاسه، وماسك عشان ما فيش حاجه تقع منها. قال له بس يا حكيم ما تقول لي سر السعاده. قال له يا شاهد سر السعاده انك تشاهد، لازم تشوف اللي حواليك، لازم يا شاهد تحس بالحاجه اللي حواليك. السعاده حواليك في كل لحظه، لكن انت مش عايشها يا شاهد. انت قفلت عينيك وحطيت كل جهدك وتصورك ان انا عايز اجمع مال، عايز اجمع شهره، عايز اجمع مكانه، رغم ان 10% من ده يكفيك، لدرجه في كتاب معمول جميل قوي اسمه 10% تكفي. 10% من الاشياء تكفي، انت مش محتاج 100%. فكر في الناس اللي جمعت 100%، هل بعد ما جمعت في 100% هل شعرت بالسعاده؟ هل شعرت بالسكينه؟ هل شعرت بالصحه النفسيه؟ سؤال انت اسال نفسك. انت بتجد اغلبهم ممكن يوصل لمراحل، مرحله انتحار. ليه انت حكي؟ قال ان هو حالته النفسيه، نفسه ما بتشبعش، نفسه اماره بالسوء، نفسه واخداه في اتجاه سلبي تماما، البوصله انعكست، ما بيشبعش طول النهار، عايز عايز، وكل ما يجيب عايز، وجاب السياره الفور باي فور مش عاجبه، وعايز سياره رياضيه، جاب سياره رياضيه مش عاجبه، عايز يجيب طياره هليكوبتر مش عاجباه، عايز يجيب طياره خاصه مش عارف، يوقف عايز يطلع المريخ، اي حاجه اي حاجه، عايز يرضي نفسه يشبعها، ما بتشبعش. ليه؟ لان هو ده ابن ادم مش هيشبع، لو وديين من ذهب هيتمنى لو ليه تالت، مش هيشبع. طب اعمل ايه؟ 10% تكفي يا استاذ. زمان الناس كان يقول لك ايه؟ يقول لك راحت البال لا يعدلها شيء، راحت البال لا يعدلها شيء. ريح بالك، راحتك النفسيه وصحتك النفسيه ده موضوع مهم قوي قوي قوي. طب اعمل ايه تاني؟ إيه؟ ابدا درب نفسك. درب يعني ايه؟ يعني انزل مثلا اعمل اكسرسايز تدريب. ماشي، هنتكلم عنها، بس دلوقتي بتكلم على درب نفسك على التعامل مع الظروف الصعبه. النمله بتقدر تشيل 10 اضعاف وزنها. ازاي؟ هي بتقدر. حاول تدرب نفسك، حاول لما تدخل في مشكلات وازمات وظروف صعبه، يعني على قد ما تقدر، لو كان الموضوع في ايديك خليه بالتدريج.
ما توصلش لنفسك منتهى من اول لحظه، ما يبقاش في واقع زي اللي احنا فيه ده وتقول ايه انا عايز استسلم. عمي اهدى على نفسك شويه، السوق اصلا مش قابل استثمارات، الناس اللي يعني فلوسها في السوق مش عارفه تجمعها، استثمر ايه؟ استنى بس شويه، شوف حاجه على قدك، امشي شويه شويه. بس انا هسيب العمل وخلاص، انا متضايق من المدير والوظيفه، معلش ما هو انت شايف الوضع مفيش وظايف، يعني اصبر شويه، مش اضغط على نفسك شويه بسيطه لغايه ما الامور تبدا تتحسن. يقول لك انا خلاص انا اولادي مش هينفع يتعلموا في مدارس عاديه، لازم حكوميه، لازم اوديهم مدارس خاصه وانترناشونال. يا عم مش وقت، احنا بنلم النفقات، انت هتوزع نفقات على نفسك، اصبر شويه على نفسك كويس كده. امال اعمل ايه؟ درب نفسك. يعني عايز نعمل ايه؟ يعني اعمل زي المهندسه رشيده. المهندسه رشيده هي مهندسه اتخرجت من هندسه معماريه وليها قبول جدا، وهي يعني اثرت انها ما تكملش معيده في الجامعه وراحت راحه عامله لنفسها مكتب، والمكتب بدات شويه تعمله زي شوروم كده، تعرض فيه منتجات كويس، حاجات ازاز وميتال وخشب وكلام زي كده، وبدات شويه 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 امورها تتوسع، واعتمدت على علاقاتها الشخصيه في عمليات تعمل ديكور وتشطيبات للناس اللي موجوده حولها. المهندسه رشيده ناجحه او ناجحه في مصر؟ المهندسه رشيده فوجئت ان حصلت الظروف الماليه والانتكاسه بتاعه 2020 والدنيا بدات تقف وما بقتش عارفه تعمل ايه وعندها التزامات تكمل العمل، لكن المهندسه رشيده كان عندها صحه نفسيه، كانت مهتمه بصحتها النفسيه، كانت دايما في اوقات فراغها وراحتها تطلع في اماكن خلويه، دايما تقعد مع الطبيعه اطول فتره ممكن، تتعيش كده مع الطبيعه كتير قوي. مش بس كده، كانت دايما بتعود نفسها انها تتعامل مع المشاكل وان كانت بسيطه وان كانت كبيره ولكن بشكل تدريجي، ما بتقحمش نفسها في المشاكل، هي عندها منطق وتعقل شويه، مش حساسه يعني، ما بتشخصنش العلاقات ولا المشاكل، هي انسانه بتحاول تتعامل بهدوء ورويه مع الامور. ساعدها كده ان هي ما عندهاش اعباء ماليه كبيره، يعني امورها بسيطه وعايشه بشكل بسيط، هي بعربيه صغيره كويس، البيت بتاعها بسيط مقرب، يعني اقرب ما يكون كانه استوديو، حياتها تكاليفها المعيشيه قليله بسيطه، فقدر انها تتكيف مع الاوضاع والايه والتغيرات. ليه ما نكونش زي المهندس رشيد؟ حاول نفكر ازاي. لك انا عندي اعباء، انا عندي اولاد، انا عندي شركه، انا عندي مصنع، انا عندي مؤسسه، انا عندي مكتب، انا عندي وظيفه وتعبت عقبال ما وصلت لها حصلتها، انا مقدر كل ده، لكن صحتك كره من الزجاج، لو وقعت مش هتعرف تجمعها تاني، بينما العمل كرات من المطاط، لو وقعت هتقدر انك انت تتثقفها مره تانيه. فكر في كده كتير، اللي بيتعب محدش بيقوم بيه، قليل الناس دلوقتي ان هو بيهتم بيك، او ممكن احيانا محدش يكون شايف زي ما شفنا كده مع المهندس رشيد، ولا زوجته ولا اولاده ولا حتى ام والدته ادركوا ان هو عنده مشاكل نفسيه. ليه؟ احنا مش متدربين، ما عندناش وعي في الجانب النفسي، يعني ايه مشكله نفسيه وايه مظاهرها وازاي نتعامل معاها، ما عندناش وعي. فلذلك ايه، حاول كده فكر زي المهندسه ايه رشيده، يعني ايه؟ يعني حاول تعبي التانك عندك كويس. يعني ايه اعبي التانك عندي كويس؟ يعني حاول تهتم بالتغذيه كويس، حاول دايما يكون عندك طاقه انرجي كده. طيب حاول كمان تاخد فترات راحه، دول الثلاث حلول عملت بيهم بقيت زي المهندسه رشيده وعارف تكمل حياتك، ما عملتش بيهم هتبقى زي المهندس رشيد اللي وقع منا مش عارفين نرجعه كويس. ثلاث حاجات هنتكلم عليهم بالتفصيل، بس هو مهم قوي ان انت تكون معايا في البيلرز او الاعمده اللي مرتبين عليها الموديل بتاعك. تغذيه كويسه، طاقه كويسه، راحه كويسه. لو الثلاثه دول حصلوا هتلاقي ان صحتك النفسيه مستقره، هتحس بشيء من الطمأنينة والسكينة كده، هتحس انك انت ايه قادر تستقبل اسهم جديدة وتتعامل معاها برويه. جميل. طيب يعني عايزني اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه؟ يعني على سبيل المثال مثلا، مش عايزك انك انت تاكل كتير، معلش حاول تاكل الحاجات المفيدة، يعني مهم قوي يبقى عندك خضروات مثلا في الوجبة. ولكن انا باكل في الموقع خضروات، ايه اللي في الموقع؟ معلش لو دي مش متوفرة في موقع هاتها معاك،
لو مش ممكنة خليها على الفطار، اعمل شيكر كده، اعمل كده اي مشروب كويس فيه حاجات خضار وكده عشان يساعدك ان انت تكمل. خليها في طبق سلطة بالليل، مفيش مشاكل، احنا مش هنلزمك بحاجة، بس حاول على قد ما تقدر، حاول على قد ما تقدر ان انت تضبط موضوع الايه الاكل ده. كويس. حاول كمان جميل قوي في الاكل ما تاكلش لوحدك. يا عم انت عمال تقول لي حاجات غريبه قوي، يعني ايه اجيب ناس مش ناكلوا معايا؟ ايوه معلش، هات ناس ياكلوا معاك، هات ناس ياكلوا معاك. اللي بيقولوا ان انت ما بتبقى قاعد في الاكل وانت بتاكل في وبتراعي جانب ايه سوشيال، يعني الناس معاك وكده ومجتمعين، نفسيتك تبقى مفتوحه ومستريحه، والاكل ما بيتعرضش لمشاكل هضم او كذا. ليه؟ لان النفسيه عماله تبعت توجهات للجسم كله بتقول له انا سعيد انا سعيد انا سعيد انا سعيد، فبيبدا الجسم كله يستجيب للمعنى ده ان هو فيه سعاده، فالجسم كله بيبدا يستقر ويسكن. ليه؟ لان كل الرسائل اللي جايه رسائل ايجابيه، كل الرسائل النفسيه اللي بتخرج من عندك رسائل ايجابيه بتقول انا سعيد، كلها فيها شكل بيضحك، فالجسم كله بيبدا يستجيب. فلذلك حاول قد ما تقدر ما تاكلش لوحدك. طب انا برجع متاخر وزوجتي بتبقى نايمه والاولاد بيبقوا في دراسه وكده، معلش حاول اقومها تاكل معايا. طب هي مش قادره تقوم، طب شوف لو والدتك قريبه منك روح اقعد تاكل معايا. طب لو ما كانش، طب كل حاجه سندوتش حتى سريع مع صاحبك على القهوه وانتوا قايمين. ما تاكلش لوحدك، ما تاكلش لوحدك. كل اكل يعني قد ما تقدر تكون فريش من الارض، يعني بلاش الحاجات المحفوظه والمتشاله والكلام زي كده. عشان خاطري ليه؟ لان هي الحاجات دي كويس كده ربنا سبحانه وتعالى خلقها بالطبيعه دي عشان تفيدك. كويس كده، فانت ما تحاولش تلخبطها بحاجات ممكن تكون ليها في ادراك. حاول تبعد شويه عن الايه، عن المربى والحاجات اللي هي الايه السكريات والكلام زي كده المبالغ فيها، وخليك في الامور الطبيعيه هتلاقي حياتك بدات ايه تستقيم قوي. كويس كده، اهتم شويه معلش بالنظام الغذائي بتاعك، اهتم فيه. يا عم انت تتكلم فين؟ ده انا راجل كل يوم بطلع وبقابل مشاكل والله يعني حل ان انا بس اكل، انا ممكن اطلع من غير فطار، ده برضه خطر. معلش حاول تاخد فطار حتى لو شوف مثلا حاجه تشربها بتساعدك في اليوم، ما تسيبش نفسك صدقني محدش هيقف معاك، مش بخوفك ولكن انا بقول لك على واقع. الانسان منا بيبقى جميل قوي في مشروعه وفي عمله، واول ما بيحصل منه اي خطا ولو بسيط بيقول شكرا مع السلامه. ده اللي بيحصل ليه؟ لان هم بيشتغلوا برضه بشكل تجاري، يعني هو عايزين ينجحوا المشروع بتاعهم والعمل بتاعهم. انت دلوقتي غير قادر، خلاص بيجيب واحد قادر، انت اللي هتحمل الالم ده لوحدك. فلذلك انت يعني زي ما يسموها اهتم في نفسك. يعني خد بالك، وكل ما السن بيكبر كل ما بيبقى الاحتياج للموضوع ده اكتر، الاهتمام بالنظام الصحي ونظام اكل معين كل ما يكون اكتر. مش بقول لك ضيع على نفسك، كل من كل حاجه بس not too much، يعني شويه شويه بما بس يشبعك او يحقق لك نوع من انواع الاستدامه والحركه. جميل، اهتم بنفسك قوي في الجزئيه دي. التغذيه مهمه جدا جدا، هي تاثير قوي على النفسيه، مش بس على النفسيه، على الثقافه والتعامل والاداء، لدرجه ابن خلدون بيقول كده، بيقول لو اكلت من لحم الابل هيبقى فيك اندفاع وكبر الابل، لو اكلت من لحم الغنم هيكون لك في هدوء وسكينه الغنم. ده ايه العجب ده؟ يعني صدق او لا تصدق، بس هو ده فعلا اللي دلوقتي الدراسات بتحكيه. من طعامك من اكلك هياثر في نفسيتك، كويس كده في تعاملك مع الناس. حاول تحسن كده بيسموها الدوره الغذائيه بتاعتك والنظام الغذائي بتاعك وشوف النتيجه. بس بالله عليك ما تتركوش، لان الموضوع يعني مهم جدا واحنا خايفين عليك. خايفين عليك ليه؟ لان انت بالنسبه لنا الثروه، انت الاصل. المهندسين دول بالنسبه لنا هم وقود، يعني اللي الناس كلها بتبدا تتحرك على اثر الشعله اللي بتشتعل والناس كلها بتمشي. اول حاجه بيعملوها طريق والناس بتبدا تتحرك على الطريق، بيعمل لك بعد كده مدينه، وبعد كده بيعمل لك مصانع، وبيبدا يعمل لك كمان بواخر وسفن وغواصات. هو الصانع، فالصانع ده محتاجين ان احنا نهتم فيه كويس كده. ويعني اللي بيشايف ان الموضوع صعب يحاول، كلنا بنحاول. طب الجانب الثاني يقول لا لازم تعمل تمرينات. معلش معلش بس لك تمرينات الصباح ويطلع الصبح ايدك فوق مش عارف تحت في المدرسه، صح كده؟ معلش مهم،
مهم التمرينات دي، انت شايفها ان هي حاجه يعني ثانويه وملهاش؟ لا مهم، معلش، حتى تمرينات الصباح، حتى تمرينات الصباح على الاقل يا اخي اتمشى، يعني لو الشغل قريب منك امشي. انا فاكر اول ما رحت لندن كنت في شارع اوكسفورد، كنت عايز اوصل للمنطقه كده جنبي عشان اوصل للايه، لنهايه الشارع، فقلت لهم لو سمحت بس انا عايز اي مواصله توديني نهايه الشارع. قالوا لا لا دي 30 دقيقه مشي. قلت لهم يعني 30 مشي؟ انا عايز اي حاجه. قالوا لا لا 30 دقيقه مشي خلاص، وناس تسيبني 30 دقيقه مشي، محدش عايز يقول لي حاجه. بعديها فهمت ان هو اقل من 45 دقيقه ما ينفعش تركب مواصلات في لندن، امشي. المهم جربتها مره اثنين ثلاثه، لقيت نفسي قعدت هناك فتره بقيت بمشي بالساعه والساعتين والثلاثه والاربع ساعات مشي، وما بحسش اي، سبحان الله، اي ارهاق. المدينه طبعا بتساعد، فيها شويه حاجات تجاريه وفي اشجار وفي نظام وفي طرق تمشي عليها، يعني هي مدينه معموله للناس، يعني متبع فيها زي ما يسموها معايير سنه المدن موجوده فيها، فما بتحسش بالمشي. لكن مهم ان انت تمشي، مشي بس. حاول على الاقل انت مثلا ايه، اركن السياره بعيد شويه وانزل اتمشى لغايه العمل. 30 دقيقه كل يوم مهم جدا. لو بتروح مثلا تصلي او مكان عباده اتمشى ليه شويه، مش لازم انك انت ايه تركب. خلي المشي طبيعه، هتتنقل نقله نوعيه صدقني. إيه كويس كده، إيه امشي يا اخي وفكر. انا اعرف واحد من الناس التجار، إيه كان بينه وبين بيته وبين عمله المتجر يعني والسوق اللي هو فيه ساعه، فكان كل يوم يمشي. الراجل ده من الرياض، تاجر معروف. فسالته مره قلت له يعني انت ابو فلان مش مضطر، مش مضطر تعمل كده، ليه تمشي المسافه الكبيره دي كده؟ قال لي خد بالك انا في المسافه دي بفرغ كل مشاكل العمل والضغوط، برجع البيت بحس ان انا جاهز اني اتعامل مع اهل البيت. شخصيه تانية قابلتها في مصر كويس، هم مشتركين في احد النوادي، ففي الناس موجودين هنا، روحنا النادي فبلاقي شخص على طول متواجد من بعد العصر لغايه قرب المغرب. المهم اتعرفت عليه، طلع هو مقاول عنده مشاريع كبيره جدا في مصر، وبقول له طب انت معلش سؤال واحد، يعني انت ليه كل يوم الوقت ده بتيجي ولوحدك؟ قال لي انا ببقى راجع من الشغل، فبدل ما ارجع من البيت بمشاكلي وضغوطي انا بقعد هنا كده بس مكان اخضر وواسع، اخد نفسي اغير جوي مودي، وبعد كده باخد السياره وبرجع البيت، بيبقى هم مستنيني، بنتغدى مع بعض، بنحكي، نقدر نعمل كل حاجه، بس اكون انا فرغت الضغوط اللي عليا. لازم يكون ليك فتره تفريغ. كويس، هتستفيد ايه لما تحرك؟ تكاليفك هتقل، انت مش هتستخدم السياره، انتوا عارفين دلوقتي سعر البنزين عمال يرتفع. كويس كده، مش بس كده، لياقتك هتزيد كمان، وممكن تلاقي زي ما قلنا وقت كافي جميل قوي يقيم، فكر فيه، فكر ازاي اكون افضل، ازاي اكون احسن. زي ما قلنا احنا اتقبلنا كلنا السهم بتاع 2021، والحمد لله رب العالمين، ربنا يعافينا وامور عدت على خير، مش مستعدين نتلقى اسهم جديده. المفروض بقى ايه، نكسر الاسهم وايه، والوقايه غير من الايه، من العلاج، ونكمل صح. طب ايه تاني؟ خد راحه. يعني ايه خد راحه؟ أهم الظروف صعبة، أنا عارف والله، وعشان ظروف صعبة خد راحتك. أنا مرة كنت وأنا صغير مع والدي في السيارة ورايحين مشوار، فإحنا مستعجلين جدا، فهو أول ما ركب قال للسواق إيه؟ قال له على مهلك عشان إحنا مستعجلين. أنا قلت أبويا بينكت ولا إيه بالنكتة مع الراجل إيه دي؟ يعني إيه على مهلك وإحنا مستعجلين دي يعني؟ طلع فعلا عشان أنت مستعجل على مهلك، وعشان أنت عايز دخل إيه كويس كده، خليك هادي شويه على نفسك. ليه؟ عشان تقدر تكمل. يا راجل لما بتكون في مكنه بنقول لها معلش وقف شويه عشان تاخد راحه، ريست كده تهدى، وبعد كده نبدا ندورها تاني. لو فضلت تدورها وقت كبير ممكن يحصل مشكله كبيره، وان هي المكنه دي كلها توقف تتعطل. إيه كويس كده، الشخص اللي مسرع مش هيكون نتيجتها انه هيوصل، ممكن لا، ممكن الدبه اللي هو واخدها ولا المركبه اللي هو واخدها تحصل فيها مشكله. القصة مش زي ما احنا متصورين، مش ان انت كل ما بتضغط على نفسك كل ما هتجيب اكتر، لا، كل ما تضغط على نفسك هتقف اسرع، هتتحرق، بيسموه الاحتراق النفسي، نفسيتك هتتحرق، مش تبقى قابل تشيل حاجة تانية. يعني نعمل ايه؟ خد وقت كده عشان تبقى ريلاكس شوية. طب ايه تاني؟
نام، معلش نام. احسن اوقات النوم يا شباب من الساعه 8 للساعه 4 صباحا، افضل وقت. في نادي اسمه نادي 5 صباحا، ده كل الناس بتوع الشركات التقنيه التنفيذيين فيها بالذات دايما يقول لك احنا طبع نادي 5 صباحا، يصحوا 5 صباحا. انا اشتغلت شويه في كوريا الجنوبيه، كنت لازم اصحى 5 صباحا. ليه؟ لان العمل بيبدا 6 صباحا، وبنفضل نشتغل من 6 صباحا ل 6 مساء، بيدونا بس بريك ساعه في النص، يقول لك لازم تناموا، يعني متخيل. فخد وقتك في النوم، احسن اوقات دي من 8 لغايه 4، دي افضل فتره قصيه الجسم يحقق فيها اعلى انتفاع من النوم. طب لو بعد كده لا، بيبدا بقى الاستفاده من الوقت ومن النوم بتقل بشكل تدريجي. ايه كويس، مفيش مانع ان انت تنام في وسط النهار ولا نص ساعه لو في امكانيه، ساعه لو في امكانيه. اهتم بنفسك. كويس، ريح نفسك. كويس، اختار حاجه من الاثنين، لا تصحى بدري لا تنام بدري. بس لكن ان انت عايز تنام متاخر وتصحى بدري، لا مش هينفع، مش هينفع. انت بتدمر نفسك، انت ما بتاخدش عدد ساعات كافيه. ايه اللي بيحصل؟ كل الاجهزه اللي عندك تبدا يحصل لها فيلير، انهيار انهيار انهيار، لغايه ما يحصل فجاه شوت داون، يقول لك ايه كان بيكلمنا والله وكان كويس ووقع سقط سقط، يعني مش عارفين ايه اللي حصل له، يعني سكت فجاه مش عارفين ايه اللي حصل له. وتلاقي الراجل جات له صدمه وجات له جلطه وجات له كذا، معناها ان الراجل ده ما كانش سليم يا شباب. الجسم خدوا بالكم من رحمه ربنا ان هو بيدي اعراض، بيدي مؤشرات، تلاقي فيه نغزه، بتلاقي فيه مغص، بتلاقي فيه صداع، بيدي لك على طول تنبيهات، خد بالك انا في حاجه غلط بتحصل، الحقني، حاول تتصرف، حاول تعمل حاجه. احيانا بيدي سخونه عاليه في الجسم، بيديك مؤشرات بسرعه انتبه. كويس، حالتك النفسيه برضو بتدي لك الارم، بتدي لك مؤشرات، هي نفسك اتقفلت شويه من الكلام، مش عايز تتكلم، بتلاقيك بقى عندك دوافع عدائيه تجاه افراد معينه، ما كانش في دوافع عدائيه دي، ممكن يكونوا اهلك واقرب الناس ليك. بتلاقي نفسك ما عندكش الرغبه ان انت تكمل العمل او ان انت تنجح، او عندك حافز ان انت تاخد شهاده او ان انت تتعلم شيء جديد. كل دي عباره عن الارم برضو، زي الالارم الثانيه بتاعه الصداع والحساسيه والنقط والسخونه وكده، برضو بيجي لك الارم نفسي يقول لك نفسيتك يا ابني مش مظبطه، انت محتاج تعدل، محتاج تظبط نفسيتك تاني، البوسطه عندك عماله تنحرف، هتاخدك وتوصلك لامراض نفسيه وبعد كده امراض جسديه. ارجع تاني بالبوسطه وحاول تعيش بهدوء، والدنيا قريبه. وشفنا ناس كتير جريت وما وصلتش، وناس كانت واخده الموضوع على مهل زي المهندسه رشيده دي، وعدت ومشيت وامورها الحمد لله زينه، تتنقل من وضع الاحسن. ادي فرصه لعقلك كويس كده ان هو ايه يستريح شويه، يهدى شويه، اديله ساعه كده، مش هقول لك تامل يعني، اديله ساعه راحه بس كده. اقعد اعمل هوايه، حاجه بتحبها. ايه واحد يقول هوايه واحنا فاضيين يا عم نشتغل ولا هوايه؟ لا، لازم يكون ليك هوايه. العب تنس طاوله، انزل العب كره قدم، سباحه، اتمشى، اشتغل اي نوع من انواع المشاركات التطوعيه مع الناس، تشجير مثلا، تنظيف بعض الاماكن، الغاء تشويهات موجوده على الجدران، اعمل حاجه، اعمل حاجه خارج المود بتاع العمل، عشان لما ترجع تبقى جاهز انك انت ترجع بجد، ما تبقاش راجع ولكن راجع جزء منك لكن بقيتك مازال مشغول. جميل، انت مهم قوي عندنا، خلي بالك من التغذيه بتاعتك، نظام غذائي، خلي بالك من التدريبات والتمرينات البسيطه والحركه، حركه مهمه جدا. وكمان خلي بالك من ان انت تاخد راحه. طب لو الناس ما اعطتنيش راحه؟ لا، لازم تاخد راحه. نضرب مثال، مثال هنضرب عليه بجوزيف مثلا. جوزيف دوت، دي قصص دي حقيقيه بس انا بضرب رموز لاصحاب. جوزيف دوت هو مهندس تقنيه وشغال في شركه انترناشونال، كويس، والشركه مقرها في فرنسا. فهو اصلا مغربي ولكن فرنسي الجنسيه، ووجد يعني لوحظ عليه بعض الحاجات الغريبه في الفتره الاخيره، ايه؟ انه بيتواجد فترات طويله جدا في العمل. المهم بداوا يسالوا جوزيف انت ايه المشكله؟ انت ليه بتتواجد فترات طويله؟ بدا يقول لهم يعني انا بحب العمل وانا واقف مع الشركه وانا بحب الشركه، قالوا الكلام ده كله مش مقبول.
انت كده جوزيف انت بتسرقنا، انت لما تقعد وقت اضافي وعايز عليه مبالغ وانت بتكون مجهد انت بتسرقنا، انت بتاخد فلوس وانت مش مستحقها يا جوزيف. قال لهم يعني عندي مشاكل اسريه. قالوا جميل خلاص احنا سعداء ان انت قلت الحقيقه، هات زوجتك تعالى نقعد نتكلم. قال لهم لا زوجتي، قال لهم هات زوجتك ونقعد نتكلم. ليه؟ لان هو غير كلامه فهم قلقوا مني، يعني ممكن يكون في قصه ثانيه كمان وراء ذلك. المهم لان الهاجس الامني بيبقى كبير قوي بالذات عن الشركات بتاعه الاي تي دي. جابوا وجي ثاني يوم وجي مع زوجته قعد. ايه جوزيف احكي. زوجته مستر جوزيف ايه الموضوع؟ لا والله شيء بدات تحكي. المهم قالت المشكله ان هو عنده ادمان للعمل، وقلنا له كذا مره اتردد على طبيب وهو رفض ان هو يتردد على الطبيب، واحنا بقت العيشه معاه لا تطاق. قلت له هو قاعد معانا عمال يكلم الشغل، المدير قسموا لي ادولي مش عارف الشحنه اتاخرت الشحنه جت مش كده، بس بيجيب كمان معاه بعض الاعمال ويقوم بعملها داخل البيت نفسه. وبعد كده في الفتره الاخيره فوجئ ان هو بيتاخر فترات طويله جدا، فطبعا ما بقاش نقدر نقابله ولا انا والاولاد، وبقى بيجي متاخر وبيمشي بدري، فشبه انقطعت علاقتنا الاسريه، فالموضوعات عماله تتازم شويه شويه. الاداره عملت ايه؟ خد بالك بقى النقطه دي مهمه قوي. قالت له جوزيف احنا بدل هندي لك انذار بان لو الامر ده اتكرر مره ثاني هيتم فصلك. ادي واحد. خد بالك بقى الجانب الثاني اللي هو مهم، اللي احنا احيانا بنعمل الاول وما بنعملش الثاني. قالوا له وانت دلوقتي هتاخد شهر اجازه مدفوعه كويس كده تخرج فيها في اي مكان على الساحل في الريف الفرنسي، استريح غير جو استجم انت وزوجتك، وهتقابلونا تاني بعد الشهر واطمئن ان فعلا بقيت في نوع من انواع الايه التعافي. لازم يا جوزيف تعيش في الطبيعه، لازم تخرج من الحيطان الخرسانيه المغلقه، لازم تشوف الحياه يا جوزيف، لازم تشوف الحياه، ومش بس تشوفها لوحدك، شوفها مع الناس بتحبها، ناس بيشعروك بالسكينة والأمن والتعاطف. لازم تعيش حياتك يا جوزيف. بالفعل خرج ورجع فعلا يعني جاهز لإدارة عمل جديد. جميل. ففكر إيه المانع أنك أنت قبل ما توصل لمرحلة جوزيف أنك أنت تكون بتحل أنت بنفسك. عايش خد أجازة يا عم، أنا أجازة إيه؟ عندنا فلوس وعندنا التزامات والولاد والمدارس. أنت عايز تكمل ولا عايز توقف؟ يعني أنت فرحان تضغط نفسك لمدة سنتين وبعد كده تقعد تدفع مصاريف أدوية وعلاج 10 سنين؟ ما هو مش مفيد، مش مفيد. عايزينك تستمر، عشان كده بقولك اعمل ايه عشان تستمر. حافظ على تغذيتك كويسة، حافظ على تمرينات اكسرسايز بسيط، حافظ على انك انت تستريح، ريح نفسك. لو ما ريحتش نفسك محدش هيريحك. من الاخر بالذات عندنا احنا في الشرق الاوسط المشكلة فين؟ يعني انا كنت بشتغل في شركه واقول لهم انا مش هاخد اجازه، يقول لي كويس يا دكتور خليك معانا واهم حاجه ان انت الشغل والمشروع يخلص. كويس الاستاذ محمد بيقول انا بعمل كل فتره عمره عشان افصل. كويس جدا، يعني كل واحد بياخد زي ما قلنا ايه المسلك اللي بيراه مناسب. واحد يطلع مثلا رحله خلويه، واحد مثلا في البر، واحد مثلا يقول لك لا انا هطلع اسافر مثلا بلد ثانيه وغير جو، ايا كان افصل شويه. فكانوا يلحوا عليا واخد فعلا ما اخدش الاجازه. قعدت كده حوالي 4-5 سنين ما اخدش اجازه، لقيت نفسي في فتره معينه قفلت مش عايز اشتغل اصلا. ساعتها اتنقلت بصراحه من الشركه دي واتنقلت مع شركه ثانيه انترناشونال. جيت بقى مره انا كنت محتاج فلوس، قلت لهم معلش انا مش هنزل اجازه. قالوا لا ممنوع. قلت لهم ممنوع يعني ايه؟ قالوا ممنوع، مفيش حاجه اسمها تنزلش اجازه، انزل اجازه كده كده مش هتاخد فلوس، اشتغل ببلاش وهتنزل اجازه. قلت لهم انزل اجازه. قالوا خلاص يلا مع السلامه، انزل اجازه. فالنقطه دي مهمه قوي. ليه هم بيعملوا كده؟ عشان يحافظوا على انتاجيتك مستمره، عشان تستمر في الاعطاء. لكن لو انقطعت ما انت مش هتكمل، مش هتكمل صدقني، وهتلاقي الناس كلها حزينه عليك، بس ما حدش هيقدر يعمل لك حاجه. الظروف اللي احنا فيها بقت صعبه يا شباب شويه، فلازم ايه ان معلش اقول شباب وصبايا وكده لكل المشاركين، يعني ان الوضع يا شباب معانا احتاج ناخد ايدين بعض شويه، نحاول ان احنا ايه ناخد بالنا من نفسنا شويه. جميل. طيب ايه تاني؟ ايه تاني ممكن يساعدني؟ انا عارف الوقت بيجري، بس انا الموضوع بصراحه واخدني جدا لان انا جزء منه، يعني فانا ايه بحكي لكم من قلبي والله. ايه القصه الثانيه اللي انت محتاجها؟ النتورك. يعني ايه نتورك يا شباب؟ الناس اللي حواليك. بيقول لك زي بالظبط كانك بتستثمر. انت النهارده لو عندك حساب بنكي وما بتعملش فيه اي ايداع
وجاي يوم عايز تسحب هتلاقي فلوس؟ مش هتلاقي حاجه، هيقول لك رصيدك صفر. لكن لو بتعمل ايداعات لما تيجي تسحب هتلاقي. دي نفس القصه في علاقاتك مع الناس اللي حواليك. لو انت بتعطي للناس اللي حواليك حب واهتمام وتواد واتصالات ومساعده ومواساه وتعاون وتكافل، لو دي حالتك مع الناس اللي حواليك، لما انت بتحصل لك الازمه هتلاقي رصيد، هتقدر تسحب من رصيدك. لكن لو انت ما عندكش رصيد. فالناس بيقول لك هو كان سأل فينا عشان نسأل فيه، هو اهتم فينا عشان يهتم فيه، هو زارنا عشان نزوره، هو ادانا عشان نعطيه، وهكذا. فكر بشكل ايجابي من دلوقتي. افتح الحسابات المغلقه مع كل الناس، سواء اصحابك او اصدقائك او اهلك، افتح الحسابات المغلقه وابدا ارجع تاني اعمل ايداع. ايداع ولو شيء بسيط، لو حتى هلو هاي ازيكم، يا رب تكونوا بخير، سنه سعيده عليكم، اي شيء كويس. افتح الحسابات الراكده دي، وان شاء الله لما تيجي تسحب منها هتبص تلاقي في ايه، في نتيجه كويس. طيب مين الناس دول؟ مين الشبكه اللي انا عايز اكونها حواليا؟ يقول لك في ثلاثه لا يتم الاستغناء عنهم تماما في حياتك. ليه؟ عشان يبقى عندك صحه نفسيه. مش انت عايز صحه نفسيه؟ طيب ما تستغناش عن الثلاثه دول. مين؟ يقول لك اول حاجه الناس المخلصين ليك اللي بيدعموك، اهلك وقرايبك. طب النوع الثاني الناس الاصحاب المقربين قوي، اللي هم اصحاب زمان، اصحاب الذكريات الحلوه والقعده الجميله، اصحاب الشارع والحاره، صحاب دول سموها الانر سيركل، يعني الايه الدائره الداخليه جواك قوي، الناس العزيزه عليك. طب ومين تاني؟ يور جايد، الشخص اللي انت بتدرى فيه ان هو مصدر الهام وارشاد ليك في حياتك. كويس، حافظ عليه وتواصل معاه، حافظ على التواصل ده، لان ده هيكملك، هيظبط لك الحاله النفسيه. تعال نشوفهم بالتفصيل، إن هي موضوعات مهمة، مهمة جدا جدا جدا، اللي هي مين؟ النتورك. أنت بالناس، كويس كده؟ الناس بالناس للناس. أنت اجتماعي زي ابن خلدون، إن هو في الأصل اجتماعي، لا يستطيع الحياة وحيدة، مش هتقدر تعيش لوحدك مهما كنت قوي، مهما كنت مستغني عن الناس، مهما كنت مستغني عن الناس. طب ليه؟ لأن أنت في جزء من احتياجاتك هو العطاء. لما بتعطي بيجي لك نوع من انواع الرضا النفسي، فبتشعر بالطمأنينة. ولما ما بتعطيش بيحصل لك ازمه. لذلك في كتاب الوالد الغني والوالد الفقير، احد الفقرات كده بيقولوا كلمه جميله قوي، بيقولوا فيها ايه؟ بيقول له لما تلاقي الامور ضاقت عليك ساعد الفقراء، فهتلاقي الامور حصل انفتاح مره ثانيه. هي دي، لما تلاقي الامور ضاقت عليك ساعد الفقراء. كويس، استاذ محمد بيقول لنا فعلا برضو انا صله الرحم والاهتمام بالاهل بتبقى فيها اثر في ايه كبير، في زياده العمر، وفي كمان ايه الارسال. جميل يا شباب، مهم قوي ان انت ايه فكر في الثلاثه دول. تعال ناخد كده تفصيل بسيط عن الثلاثه. تعال نتكلم الاول على مين؟ على الاهل. ان اهل الجميل فيهم فين؟ ان هم بيحبوا، سواء انك انت ساعدتهم او ما ساعدتهمش، ودايما واقفين معاك لما بتحتاجهم، سواء انت كنت واقف معاهم او مش واقف معاهم. الناس دي هي اهم ناس تحافظ على علاقه معاهم، اكتر ناس محتاج تعاملهم بعاطفه، بحب، بموده، بكرم. ايه يعني تعطي ده شيء بسيط وده شيء بسيط، وتعامل معاه بكلمه كويسه وتساعد؟ ما ربنا فاتح عليك يا اخي. انت اما انت مغترب شغال بره، او انت الحمد لله رب العالمين في بلدك ومستثمر وامورك ماشيه، طب ليه ما بتساعدش الناس؟ ساعد على قد ما تقدر، وزي ما قلت كده ايه، ساعد تتساعد، هتلاقي وضع مختلف. اهلك كويس كده، ناس يقول لك حتى في المثل اهلك لا تهلك، يعني انت ما عملتش بالك خيركم لاهلي، وهكذا. في عندنا حاجات كتيره بتقول دول. حصل موقف جميل قوي، كنت مره قاعد في ايه في مطعم في نيويورك ومعانا اثنين صحاب، فواحد منهم هو كان معاه الجنسيه بس عايش في مصر وبيسافر امريكا كل فتره، وواحد منهم الثاني لا هو كان اخوه يعني بس عايش في امريكا على طول. فاخوه ده اللي عايش في امريكا على طول قاعدين بنتكلم وندردش، اخبارك، اخبار اولادك كده. قال انا عندي بنت بس هي في ولايه ثانيه. قلت له يا نهار ابيض، في ولايه ثانيه؟ امال بتشوفها ازاي؟ قال لا ما هي موجوده الاسبوع ده هنا في الولايه عندنا في حقابلها. قلت له طب كويس، انت بتعملها كل قد ايه؟ قال لي بقى لي حوالي 7 سنين ما شفتهاش. قلت له ايه؟
لسبع سنين ما شافش بنته. خد بالك اصله عربي مش اصله امريكي مثلا اوروبي او مثلا اصول روسيه او كذا، لا ده اصله عربي 7 سنين. عندنا البنت لو غابت ساعه، انت يا فين يا بنتي الله يهديك، دخلتي علينا ليه؟ حرام عليك انت قلقتيني. هو 7 سنين ما شافهاش. هي في ولايه ولايه، خد بالك الولايه ولايه زي ما عندنا كده، احنا مثلا لو بنتكلم على المملكه بنقول مثلا زي ايه؟ جده مثلا والرياض مثلا. او عندنا في مصر مثلا اسكندريه والقاهره مثلا. ايه كويس؟ الموضوع مش بعيد يعني، بس 7 سنين. هي دي اشكاليه اللي احنا مش عايزينها تحصل لنا. مش عايزين الامراض دي تتسرب لنا، الامراض الاجتماعيه دي تتسرب لنا. احنا ناس طيبين وبنحب اهلنا قوي. فحافظ على كده. ايه المانع يا اخي تعمل افطار كل يوم جمعه وتروح تفطر معاهم اكل بسيط كده وجميل؟ ايه المانع ان انت تعمل فيديو كونفرنس كده وتفتح وتقعد تحكي معاهم لو انت بعيد عنهم؟ ايه المانع انك انت تجيب هديه بسيطه وتبعتها لهم، كارت كده معايده يعني سنه سعيده عليك واتمنى تكونوا بخير وكده معذره وتبعت كلهم؟ ايه المانع؟ استثمر في دول يا اخي، دول ناسك ودول اهلك. مهما هيحصل منك هم هيستوعبوا، ومهما يحصل منهم لازم انت تستوعبهم. لازم يكون ليك حسابات مفتوحه وتقدر انك انت تساعدهم. ايه تاني؟ بيقول لك الناس القريبين منك بيسموها بالانسد جروب، ناس سمارت شويه وبتفكر بشكل كويس، ناس عندها وعي. دور على الناس اللي عندها وعي وصاحبهم، لان الناس اللي عندها وعي وحكمه وبصيره لما بتحصل الازمه بيبقى عندهم صحه نفسيه وعندهم تعافي نفسي سريع وبيقدروا ان هم يقوموا تاني ويكملوا. صاحب الناس دي، صاحب الناس المتفائله وان هي منتظره بكره عشان تعمل حاجه جميله. سيبك من الناس اليائسه ومحبطه اللي هم الناس اللي دلوقتي اصبحت بيسموها الفاك سوسايتي، يعني بيقعدوا يسبوا في المجتمعات وبس. كويس كده، جروبس بس كل وظيفتها انها تسب في المجتمعات. طب يا ابني انت عملت ايه؟ طب انت اتعلمت حاجه؟ لا. طب انت ساعدت حد في حاجه؟ لا. طب انت وقفت مع المجتمع ده في حاجه؟ لا. طب امال انت ليه عامل نفسك حاكم وجلاد على المجتمع والناس؟ ليه؟ ليه وانت ممكن تكون لسه عندك 17 سنه 18 سنه؟ ليه؟ ليه اعتبرت نفسك انك انت في جانب والناس في جانب والمجتمع في جانب؟ ما الناس دول ناسك. لو انت عندك وعي طب ليه ما نقلتلهمش الوعي ده؟ ولو انت ما عندكش وعي طب ليه ما فهمتش منهم وتعلمت؟ اشكاليه. فلذلك الحل ايه؟ الحل لازم احيط نفسي بمجموعه من الناس دول، بيسموها الانر سيركل اللي هي الدايره الداخليه اللي الناس ممكن تفضفض معاها. خد بالك دلوقتي في فنلندا عاملين فكره جميله خالص اسمها المكاتب الناطقه. ايه المكاتب الناطقه دي؟ بيقول لك تروح كويس كده، بدل ما تروح من المكتبه تشتري منها كتاب، تجيب واحد يقعد معاك يحكي معاك. فضفضه. الناس بقت تفتقر للفضفضه، تدفع فلوس عشان حد يتفضفض معاه تحكي له. اعمل الدايره دي اللي بيسموهم الاصدقاء المقربين. هات الاصدقاء المقربين دول وخليهم دايره الفضفضه بالنسبه لك. مجرد ما بتحكي بتلاقي حالتك النفسيه اتحسنت. ليه؟ لان انت حسيت ان انت مش لوحدك. في حد حاسس فيك. حد شاعر بمشاعرك. حد بيتألم لألمك. حد شايفك حاسس فيك، حد بيحبك. كويس، ده عمله نادره. الناس اللي زي كده حافظ عليها قوي. صحابك القدامى دول اللي الواحد بيقول ايه فلان ما بكلموش ما بيسالش عليا، فلان ما بعرفوش، انت الخسران مش هم. خد بالك انت الخسران صدقني مش هم. ليه؟ لانك انت بيهم، انت بتقوى وبتقدر تحسن حالتك النفسيه بيهم. كتير قوي الواحد يتضايق يقعد مع شويه صحابه على القهوه قدام ينسى كل حاجه، وتجد عندهم حلول سهله سبحان الله للحياه. احيانا يروح يقعد في استراحه مع ناس يقعد يدردش ويقعد وبتاع وكده وخلاص يرجع كأن ما كانش في حاجه في حياته ولا مشاكل اصلا. احيانا يقعد مع ناس بسطاء قوي، يعني الواحد يروح مثلا لناس كبار ويقعد كده يدردش معاهم. طب انت شايف لك يا ابني ما انا ايام جربت الدنيا والدنيا بسيطه وامور سهله، انت سهله وانت ان شاء الله كويس وهتكمل امورك. الناس دي محتاجه الانر سيركل دي، دور عليها وكونها انت. اعمل جروب كده على الواتس كويس كده اسمه ايه؟ الاعزاء.
اصدقائي الاعزاء، سيبك من الناس اللي عماله تكتب على الفيس طول النهار الاصدقاء والخيانه، وسيبك من الناس دي، مش يعني دول بيتكلموا على حاجه مش احنا بندور عليها، هم بيدوروا على الناس دي هيلاقوها. احنا بندور على الناس اللي هم في اخلاص وفي وفاء وفي علاقات جيده. الناس دي سهله؟ اه سهله. موجوده؟ موجوده. ما نعمل ايه؟ ابحث عنهم، ابحث عن ناس اذكى منك، ممكن يكون اقدر على التعامل مع الازمات احسن منك، هيساعدوك. كويس. طيب انا اعمل ايه تاني؟ بيقول بقى اختار يور وايز جاي، اختار واحد حكيم كده واحكي له همومك. يعني طبيب نفسي؟ لا، طبيب نفسي هتدفع له فلوس من الاخر يعني، وممكن احيانا يديك بعض الادويه ويدي لك بعض الحاجات وتلاقي الامور بقى تتازم معاك. طالما ان امورك بسيطه، هي حاله من الاكتئاب بسيط، التوتر الانفعال الزائد، العنف شويه في التعامل مع الاخرين، بعض المشاكل اللي بتخليك تكتئب وتبعد، بعض الامور بتخليك تمل وتستهتر، يعني كلها مؤشرات لسه مش محتاجه ان انت تروح للطبيب. امال محتاجه ايه؟ محتاجه واحد حكيم. الحكيم ده خد بالكم يا شباب احنا كنا بنلاقيه، بس دلوقتي بقى قليل شويه. كنا زمان بنلاقيه في العمل، يعني انا افتكر ناس كتير مهندسين ربنا يبارك لهم يعني علموا الواحد حاجات كتير في حياته. صح او خطا بصراحه، بس هم ايه يعني ايه علموا الواحد حاجات كتير في حياته. في ناس كتير كانت في المدرسه مدرسين بيعلموا، في الجامعه اساتذه علموا الواحد حاجات كتير قوي، في الحياه حكمه الحياه ازاي، والده وجيرانه الناس الكبار اللي حواليه، حاول كده تتلمس في حد الحكمه كويس كده وتسمعه. ولما تحس ان في عندك ازمه كبيره كويس كده او صدمه كبيره، ما تسيبش نفسك لنفسك، لنفسك هتاخدك وتقع ويحصل جلد ذات وتلاقي نفسك دمرت، مش انا السفلى على راي فرويد راح الضربه الانا العليا موقعاه في الارض على طول. لا، ما تسيبش الموضوع يوصل لكده. امال اعمل ايه؟ اقعد على طول معاه، قول له السلام عليكم فلان انا جاي لك، صباح الخير استاذ فلان انا هقعد معاك شويه معلش. الناس دي بيبقى عندها حكمه بعد. انا ما انساش كنا في مشروع وكان في لينا مدير امريكي، المدير الامريكي دوت حصلت مشكله في الايه في المشروع شويه وراجعين متضايقين من الموقع، دخلنا لقينا السكرتير بتاعه نايم عامل كده ونايم، هو كان كده شاب فلبيني فحط رجل على رجل كده وراجع ونايم، فانا قلت اكيد الراجل ده هينفض له هيقومه زي الصاروخ، فلقيته بيعمل لنا ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ وساكتين عشان تقول نايم ايه ده، نايم في وقت الشغل، بس اسكت، وعارفني ان انا ايه ببقى مدافع عليه شويه، تعالوا بس. رحنا دخلنا المكتب بهدوء كده وقفل المكتب، قلت له انا عايز افهم انت بتعمل ايه بالظبط، الراجل نايم وفي وقت الشغل. قال لي انت عارف هو عنده ايه؟ قلت له لا. قال لي ده جوز اخته مات امبارح وهو كان واقف معاهم وكانوا بيرحلوه عشان بينقلوه من هنا من المملكه بيودوه الفلبين، فالموضوع مش سهل. انت سهل؟ قلت له لا مش سهل. قال لي خلاص. قلت له طيب خد بالك، الراجل ده علمني اهو قصه ودرس في حياتي، ان انا لازم ايه؟ لازم يكون عندي حاجه اسمها ايموشنال انتليجنس، لازم يكون عندي ذكاء عاطفي، لازم اقدر ظروف الناس وارحمهم شويه، اتعاطف معاهم. انا عارف الوقت بيجري بس انا بصراحه يعني حريص اكمل، فادوني بس ايه 10 دقائق كده او 5 دقائق وهخلص على طول. اوكي يا مهندس هشام ولا يا ريس معاك وقت براحتك؟ طيب الله يبارك لك يا رب، احنا بدانا متاخر ربع ساعه فخد راحتك. طيب الله يبارك لك يا رب. فبنرجع تاني يا شباب، فالمهم اللي هو الوايز جايد ده احنا محتاجينه في حياتنا وندور عليه. احيانا بيبقى الواحد هو والده، بيبقى هو ده الوايز جايد، وممكن تلاقي واحد صديق قديم لي، ممكن يكون جار لي، وممكن يكون مدير معاه في مشروع، او مهندس مهندسين اللي عنده خبره ومتواجد معاه. حافظ على الشخص ده وحافظ على العلاقه بيه، حتى لو اتنقلت من العمل، حتى اتنقلت العمل، حتى لو ترقيته بقيت انت المدير بتاعه، حتى لو ترقيته بقيت انت المدير بتاعه، ادي له احترامه وحاول تستفيد من ايه من خبراته، دور على الشخص ده وحاول تسمعه، هيقدر يساعدك على انك انت تتزن، بالذات لما بيكون في عليك ضغوط ايه كبيره، هيسهل لك الموضوع يبسطه. احكي لكم مثال بسيط، كان لسه النهارده اليوم كويس كده واحد من الناس، والواحد ده كان اتنقل فجاه بعد ما كان مهندس في مكان بقى مدير في مكان، فهو جاله زي شوك كده صدمه مش عارف هيعمل ايه، ازاي يبقى مدير مشروع كبير ومع جهات سياديه والمشروع بمليارات، الراجل جاله ذهول يعني مش عارف يعمل ايه. فعمل معايا زي سيشن كده، بيقول والله انا عايز ادرس يعني واخد كورس وبتاع. قلت له انت مش محتاج كورس، انت محتاج دردشه بس،
انا مش هفتح لك شرايح واقول لك اعمل كذا ومش كذا، لا تعال ندبش. انت ايه، انت خايف من ايه؟ انت نسيت انك انت بطل؟ قال لي بطل ازاي؟ قلت له مش انت مشيت الفتره اللي فاتت؟ قال لي اه. قلت له خلاص واحده تمشي الفتره اللي انت بطل. قال لي يعني اعمل ايه؟ قلت له ببساطه خالص الموضوع بسيط، مش ده عمل جديد؟ قال لي اه. قلت له تعرف على الناس اللي في العمل. قلت له ده لسه بادئ دلوقتي ولا المشروع بقاله فتره؟ قال لي لا بقاله سنه. قلت له خلاص هتلاقي كل حاجه ماشيه طبيعيه، انت كل اللي مطلوب منك في اول شهر ده خلي حاجه تمشي زي ما كانت ماشيه بس وهي ماشيه انت بص عليها. قال لي اوصل يعني ايه؟ قلت له هات العقود بتاعه المشروع وابدا ذاكرها، هات التقارير اللي طلعت عن المشروع وابدا ذاكرها، ابدا اعرف الانفايرمنت البيئه اللي انت فيها بس. قال لي مش مطلوب اعمل اي حاجه؟ قلت له. قال لي لو طلب مني قرارات قلت له اجلها شويه او حلها للاشخاص المختصه في مكانها. قال لي يعني معنى كده ما ليش لازمه؟ قلت له اه في الفتره الاولانيه مالكش لازمه حقيقي يعني، لان انت عايز تتحرك. اعرف الاول وافهم الواقع اللي انت فيه وبيئه العمل، وبعد كده ابدا تدريجيا خش وابدا ابسط ايه نفوذك. ازاي؟ زي ما كنا بنعمل البي ام او كده، بنقول هنمشي في ثلاث مراحل. مرحله اولى تو سبورت، احنا جايين ندعمهم، فابعت لهم رساله انت جاي تدعمهم، وبعد شويه اقول لهم تو كنترول، انا معلش انا هضطر اراجع واشوف مين اللي بيعمل صح وغلط. ومرحله ثالثه تو دايركت، تبدا بقى تدير الموضوع وتمشيه بالطريقه اللي انت شايفها او الاستراتيجيه اللي انت شايفها مناسبه. ما ينفعش من اول يوم تو دايركت، عايز على طول ان انت تاخد اوامر وقرارات، ما تعرفش حاجه. في فتره انتقاليه، حتى لما بيجي رئيس وبيمشي رئيس بيبقى في درجه فتره انتقاليه، رئيس مجلس وزراء، رئيس مجلس وزراء في فتره انتقاليه، لازم في فتره انتقاليه، لازم تفهم انت بتعمل ايه. قال لي يعني انا مش ما اخدش كورسات وكده؟ قلت له انت تاخد كورسات. امال ليه؟ قلت له ابحث عن حد تقعد تدردش معاه، اكيد هتلاقي في المشروع اللي انت فيه واحد عنده خبره، هتلاقي مع الناس اللي كانت قبليك في الشركه ناس عندها خبره، هتلاقي من اصدقائك لو رجعت في اصدقائك القدامى هتلاقي نفس الخبره، لو ما لقيتش دول خلاص شوف واحد عنده خبره وادفع له مقابل ان هو يوجهك. هو ده الحل، لازم تدور على رجل حكيم. كويس؟ ليه؟ عشان لازم ترد على المواقف الصعبه، انا مش عايزك تاخد كل يوم سهم، كفايه اسمه. لازم يكون عندك ريسبونس، لازم تقف وترد. انا عارف انت قوي بس لما هتلتحم عليك المشاكل مش هتعرف، فلازم بسرعه زي ما قلنا ايه الوقايه خير من العلاج. اطلع واشتغل على نفسيتك اكتر شويه. كويس؟ ابدا خليك قوي بس في نفس الوقت حاول تدرس الواقع اللي حواليك. كويس؟ حاول تشوف الناس اللي ممكن تشاركك وتساعدك. فين فريق العمل اللي ممكن يساعدك على انت تهندل الوضع اللي انت فيه، ان انت تخرج من المشكله اللي انت عايشها. فكر كده مين الناس اللي ممكن تقف معاك وتعامل معاهم، تعامل معاهم ازاي. ابدا اقف وفكر وبهدوء. كويس؟ ليه بقول لك فكر بهدوء؟ لان في ناس كتير بتفكر ولكنها بانفعال، فايه النتيجه؟ النتيجه ان هي ما بتوصلش. كويس؟ يعني اعمل ايه؟ ابدا بقى جهز نفسك للمخاطر اللي ممكن تحصل. انت خلاص اتعلمت، مريت بكم من الازمات، المفروض بقى تفهم ايه اللي بيحصل وتبدا جاهز للمخاطر الجايه. بيسموها ايه؟ ريسك ريدنس، خليك جاهز للمخاطر. ازاي؟ عرف المخاطر وحللها وابدا جاهز تتعامل معها ازاي. ابدا حط شويه سيناريوهات، لو حصل كذا في العمل هعمل كذا، وعندي بديل جانب مدخرات، او ممكن استثمر في الموضوع الفلاني، او من النهارده هبدا عمل مثلا اونلاين كبديل لو حصلت لي ازمه في العمل يبقى عندي بديل اتحرك فيه. ابدا احط شويه سيناريوهات. كويس؟ ابدا بص ايه بعد الازمه، ما بعد الازمه، ما بعد الانكسار دوت، ايه اللي هيحصل؟ لو في تعافي طب انا هكون جاهز ازاي في مرحله التعافي؟ هل ادرس حاجه جديده؟ هل اطور نفسي؟ هل اخد مسار جديد؟ اجهز، اجهز اللي جاي، اجهز عشان تقدر تتعامل مع السنه الجديده وانت قوي. اذا ماشي مع السنه الجديده بان انت في ازمه وقلق وخوف من اللي جاي والمجهول، بي ريدي، خليك جاهز. كويس؟ طيب يعني عايز نعمل ايه؟ بيقول لك ببساطه خالص، حاول تبدا تهتم شويه بالجانب الامن والكنترول. يعني سيفتي اند كنترول، يعني حاول تتعامل مع الناس اللي حواليك، مع عقلك نفسه كويس كده بطريقه هاديه، ما تحملش عليه جامد عشان ما يحصلوش ايه شوت داون.
يروح قافل. كويس، ابدا حاول تتواصل مع الناس اللي حواليك تدريجيا شويه شويه شويه، بلاش فكره ان انت انا المدير وانتوا تحتي وانتوا موظفين، الوضع مش محتمل يا شباب، الناس تعبانه من جوه، الناس حالتها النفسيه مش مستقره، ما تضغطش انت كمان عليهم. وما نعمل ايه؟ يقول لك يعني بالتدريج كده شويه، ابدا بقى تواصل معاهم واتكلم معاهم وحاول تحسن العلاقه شويه شويه. ما تروحش تخش وعايز تسيطر، ما فيش سيطره دلوقتي، الوضع مش مسيطر. لذلك اعتبروا ان ليدر شيب دلوقتي المفروض الستايل بتاعهم يكون بيسموه هامبل ليدر. ايه هامبل ليدر ده؟ يعني القائد المتواضع، القائد الحنين. تبص تلاقي رئيس كده طالع ويقول لك ايه الناس الغلابه والفقراء ولازم اقف معاهم واساعدهم، تلاقي مدير جامعه ويقف يقول ايه الطالبه دي كانت عندها مشكله شخصيه وانا وقفت وحلتها لها. الناس بتدور على كده دلوقتي، تقولش بقى وانا ضربت بيد من حديد وبحسب، مفيش خالص دلوقتي كده، ده حديد ايه، الناس اصلا خلصانه مش مستحمله يد من حديد. نفس القصه لما تكون انت مدير مشروع ولا بتكون انت صاحب عمل او رائد عمل جديد، لازم ترحم الناس شويه، الناس مش مستحمله، يساعدهم ان يحصل لهم تعافي نفسي برضو. زي ما احنا حريصين عليك احنا حريصين برضو على الناس اللي معاك. ليه؟ لان انت هم دول هياخدوا المركز. لو الناس دي وقعت ما انت عملك البيزنس بتاعك كله راح. لو الناس دي حالتها النفسيه تعبانه طب ما انت كل يوم هتخسر وهيخسروك، وممكن تلاقي واحد طلع شنع عليك وقال عليك كلام مكذوب، كويس كده ممكن يدمر لك سمعه الشركه كلها. والنهارده وسائل التواصل الاجتماعي بتدور على ترندات، اي كلام يتقال في اي حته بيترفع على طول ياخد ترند، فالموضوع بقى خطر. كويس، يعني نعمل ايه؟ سيبك بس من حكايه الايه السيطره والتحكم، ما نعمل ايه، خلي فيه ثقه كده، خلي علاقه حلوه كده. ايه رايكم يا شباب تعالوا ناكل النهارده مع بعض، ايه رايكم هنخرج النهارده مع بعض، خلي الموضوع كده فيه سوشيال اكتيفيتيز، يكسر الحواجز شويه، الناس عايزه حنيه شويه، تعاطف، معلش هي الظروف صعبه، فلازم تاخد بايديهم وتساعدهم، والا زي ما قلنا هيتحولهم لناس هي اعداء ليك دون ان تشعر. الات تدميريه انت حاططها في العمل عندك، كل واحد بيفكر ازاي يكسرك وازاي يدمر لك حياتك وعملك. مش معناه ان مفيش حزم، لا ماشي اوكي، خلي عندك حزم وخلي عندك كنترول، بس من خلال جو من الدفء بنسميها الفاميلي ابروتش، يعني تعامل في العمل بتاعك على ان احنا عيله، على ان احنا اهل، على ان احنا اصدقاء عايزين نكمل رحلتنا بجو من الايه، من التعاطف والترحم. جميل، يبقى دي ايه اول حاجه، يبقى اول حاجه محتاجها عشان تقدر تعمل عمليه التعافي انك انت ما تفكرش في فكر السيطره في الظروف اللي احنا فيها، فكر في فكر التعاون وان احنا عيله وان احنا اسره واحده وان لازم نكتسب ثقه ونعدي مع بعض المحنه. ليه؟ لان الموضوع مش مستحمل. ايه تاني؟ إيه ابدا بقى معلش عشان خاطري ما تبقاش ايه تنسى فكره ان في عندنا تهديدات، ابدا ابحث فين التهديدات دي وابدا اعمل طريقه للايه للحد منها. إيه كويس، ليه؟ ان المشكله ان الانسان اول ما عقله بيحس بتهديد بيبدا يجي له دوشه، تلاقيه بيعمل اي تصرفات ما لهاش اي معنى ولا ليها سبب. ليه؟ لانه حاسس بعدم الامان. زي ما بتلاقي ناس جاي خبر ان احنا هنصفي الشركه او هنصفي المصنع او هنصفي المكتب، كل الناس ترتبك وتضرب تضرب في بعض وناس تزعق وناس تلاقي خرجت وناس طلع اثار الشركه للمنافسين، الدنيا كلها تتبهدل. امال نعمل ايه؟ لا لا لا، بص امنع مصادر الدوشة دي، اي اعلانات او معلومات فاك ابدأ خدها وحطها كده في لوحة وقول للناس جات المعلومات كذا والمعلومات دي خطأ. انا الواحد دي احمد ايداء بتعمله الوقت مجلس الوزراء، اي معلومات مغلوطة في المجتمع المصري تبدأ تعلن وتبدأ تدي عليها ايه الارم، خدوا بالكم يا شباب المعلومات دي خطأ 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 خطأ. نفس القصة لازم تعملها في عملك، لو انت بتعمل عمل تجاري جديد، بتعمل كافيه، بتعمل مطعم، بتعمل محل ملابس، بتعمل حتى مدونة على الانترنت، كل ده لازم تبدأ تحارب الإشاعات، لازم تحد من الإشاعات. لذلك كان في مرسوم ملكي عندنا في المملكة بيقول ان كل وزير مسؤول عن الرد عن التساؤلات والملاحظات اللي بتيجي على السوشيال ميديا عن وزارته، فأصبح الوزراء مهتمين جدا، ممكن بعض الوزراء احيانا بيرد شخصيا على تويتر مثلا جايه من شخص ما. القصه بقت سهله، دور فين التهديدات وابدا اتعامل معاها.
كل ما بتقلل التهديدات على الناس كل ما بتقلل عندهم موضوع الاثاره وعدم الشعور بالراحه والامان. طمن ناسك معلش طمنهم مش بكذب ولكن بتفاهم. ان شاء الله الوضع يكون احسن، احنا بينا وبين بعض بناخد بايدين بعض، احنا لو تعاوننا اكيد الموضوع هتكون افضل. معلش يا شباب لو احنا حتى اخرنا رواتب شويه فالموضوع ده مش هيستمر، لكن ان شاء الله فتره وان شاء الله تعدي. ايه رايكم يا شباب تاخدوا طب جزء من الراتب وهناجل المره الثانيه للجزء الثاني اول ما نقدر نجمع من العملاء المستحقات؟ دور على التهديدات وحد منها، ما تسيبش الناس تهمهم، لان الناس لو همهمت بعد شويه هتنفجر. ما تسيبهمش يهمهموا، شوفهم بيحكوا فين واحكي معاهم. يا شباب انتوا بتحكوا على ايه؟ على كذا؟ طب ما عادي، ما كلنا بنعاني كده. طب ونعمل ايه؟ طب ما ايه رايك لو احنا نحاول نحل المشكله دي مع بعض؟ انتوا بتعانوا ان مفيش راتب، ما انا بعاني برضو مفيش عندي، انا صاحب مؤسسه وانا صاحب عمل ما عنديش دخل. تعالوا نقعد مع بعض نفكر هنعمل ايه؟ هل نغير نشاطنا؟ هل نقفل المكان؟ هل ناخد راحه مثلا لمده 6 شهور ونبدا نستأنف تاني؟ تعالوا نفكر مع بعض. لازم كده، لازم تدور فين التهديدات وتعملها. زي ما انت هتبدا تقلل من حده الكنترول وتبدا تعمل سبورت وتقرب لهم، نفس القصه لازم تبدا تدور على التهديدات اللي موجوده في البيزنس بتاعك او في المشروع بتاعك وتبدا تحد منها وتقصيها لو استطعت. ايه تاني بقى؟ بيقول لك كمان لازم تشجع ناسك انه يفضلوا اكتف. يعني ايه اكتف؟ يعني فعالين. يعني الناس دي ما تجلهاش صدمات او الام او مشاكل تخليها تقف. كويس، دايما بتنشطهم. طب ازاي نشطهم؟ ممكن تنشطهم ان انت تقعد تحكي معاهم، ممكن تديهم سماحيه بان هم ياخدوا فترات نوم كافيه، تديهم ساعات عمل مرنه، تسمح في المكان بتاعك ان يكون في حاجات يعملوا فيها بعض التدريبات والاكسرسايز. ايه المانع تجيب لهم بعض الوجبات؟ انا بشوف دلوقتي ما شاء الله شركات كتيره في المملكه بالذات جميله قوي بتعمل ايه، تخش الشركه تبص تلاقي حاطين فاكهه وحاطين شويه ايه ده طعام هيلث كده، بحيث ان اي موظف عايز يجي ياخد. بتحسن شويه القصه دي. برده بداوا الحاجات كنت انا بزعل منها جدا، كنت مثلا في امريكا واوروبا دايما هم سيليبريت على طول النهار عم يحتفلوا، ما اعرفش بيحتفلوا بيه بس بيحتفلوا بحاجات كتير جدا. فكانوا قاعد بيصعب عليه ان احنا عندنا الناس عندنا نكديه شويه، ما بتعرفش تفرح ولا بتعرف ان هي ايه تحتفل. فبيبقى الواحد نفسه يبقى فيه اي سوشيال انجيجمنت، يعني يدخلوا الناس مثلا فلان نجح يلا نحتفل بفلان، هتجيب ايه؟ هتجيب شويه كيك وبتاع، مش مكلف ولا حاجه عليك والله. في فلانه اتزوجت اهلا وسهلا مبروك، في فلان خد شهاده انا سعيد جدا، في فلان جاب سياره جديده احنا نحتفل كلنا بالسياره ونجيب كلنا كل واحد هديه للسياره. ايه المشكله؟ ليه ما بنعرفش نضحك ونبتسم؟ خد بالك الابتسامه دي هتحسن قوي الصحه النفسيه، الشعور بالسعاده وفي حد ذاته بيحسن قوي الصحه النفسيه. خلينا نفكر، خلينا نكسر شويه الحواجز. ايه رايك لو احنا عشنا في العمل كاننا عايشين في بيتنا؟ ايه رايك في الفكره دي؟ قاعدين براحتنا لابسين لبس مناسب لينا اللي احنا شايفينه مناسب، بناكل اكل مريح، بنتحرك كده كاننا في اليوم الطبيعي. الستايل ده يا شباب موجود دلوقتي، موجود في اماكن كتيره في العالم. كويس، بالذات الاماكن اللي هي بيبقى فيها حاجات محتاجين ناس كرييتيف وتالنت وكده، لازم نوفر لهم البيئه دي عشان الناس دي تستمر معانا. طب ايه المانع احنا في عالم المقاولات والعالم الهندسه وعالم كذا نعمل زيهم؟ يعني ايه المشكله؟ مش يمكن تنفع وتلاقي الانتاجيه زادت وتلاقي الناس ولاءها وارتباطها بالعمل زاد؟ جرب جرب يمكن تنجح، يعني ايه المشكله يعني؟ كويس، لازم تبدا انك انت تحاول تفك الناس شويه من الضغوط اللي هم عليهم، احكي معهم كده ودردش. ايه رايك نجيب لهم حد، نجيب لهم حد كده مثلا اخصائي اجتماعي او واحد مثلا يهتم بالجوانب النفسيه والصحيه ويقعد يدردش معاهم ويحكي كده مع كل واحد منهم على حده ويحاول يعرف مشكلته ويحاول يحط له حلول وكذا. ايه في كتير قوي، انا اشتغلت قبل كده بي دبليو سي مع ماكنزي مع خلافه، بيبقى عندهم مشروع كده، عندهم كونسلتنتس ناس مستشارين بيبقى هدفهم ان هم يخرجوا الموظفين من دائره الاعياء والتعب وكده. لدرجه ما احنا شايفين هو دلوقتي عندنا حاجه اسمها وزاره السعاده، صح؟ يعني عندنا في الامارات في وزاره السعاده. قعدت برضه اشتغلت حوالي 3 سنين في الامارات، وزاره السعاده ليها تاثير عميق قوي على المجتمع. كويس؟ ايه المانع يعني نعمل وزاره السعاده يا اخي؟ نسعد الناس شويه، ايه المشكله؟ جانب من الترفيه والاريحيه والناس تبدا انها تعيش حياتها بشكل بسيط وحلو. زمان يا شباب احنا كنا والله ببساطه قوي،
كنا بنطلع على النيل نجيب دقة وبيض وسميد وكده ونقعد ناكل، وبتبقى الدنيا مفيش أحلى منها، وبنرجع مبسوطين طايرين رغم ان طول النهار كنا مفحتين في المواقع. لكن سبحان الله يعني كانت حاجات بسيطة وبترضينا، هي دي اللي بيسموها الايه؟ الصلابة النفسية. لما تلاقي كل واحد هش نفسي تلاقي عنده كل أنواع الرفاهيات ورغم كده أنا مكتئب، أنا مش حاسس الدنيا معايا، المجتمع مش واقف معايا، أنا مش محدش بينصفني، أنا محدش اداني وضعي، وهو في الآخر كويس كده ما تلاقيش معاه، يعني مش عايز أقول حاجة، ملوش أي إمكانيات ولا قدرات لأي حاجة، وعمال يسب في العالم وفي المجتمع وفي الدنيا، يعني هون عليك الأمر شوية شوية. كويس؟ طيب جميل، يعني لازم أشجع الناس؟ أه شجع الناس معلش. يعني ده مهم؟ أيوه. طيب يعني الخلاصة لازم إيه؟ ثلاث حاجات بسيطة عشان ما ننساش. أول حاجة بي كالم، يعني إيه؟ هدي نفسك شوية معلش. كل ما تلاقي نفسك هتنفعل أخرج وهدي نفسك شوية. حاول تقضي وقت خارج البيت. مش خارج البيت في العمل، لا خارج البيت في الطبيعة. حاول تبص كده من النافذة وتشوف يمكن تلاقي حاجة جميلة جديدة. ما تحاولش تقفل نفسك في مكانك يعني. كويس؟ تواصل. تواصل مع الناس اللي بتحبها واللي بتحبك. وإن ما كانوش موجودين امشي قدام شوية، يمكن وانت ماشي تلاقيهم تاني. يعني الخلاصة يعني حافظ على نفسك، حافظ على صحتك النفسية، وكمان احمي عملك، لأنك انت تحمي ناسك من هم يقعوا في مشاكل نفسية. أتمنى يا رب أكون وصلت الرسالة، وبحبكم جدا، وده والله كان الدافع إن أنا اتكلمت في الإيه في الموضوع ده، رغم إن أنا عارف حساسيته وبعض الناس زي ما بيسموها هيصير شجون، ولكن إن شاء الله يكون في نتيجة إيجابية. نرجع بقى للمهندس هشام إن شاء الله. لا دكتور أكرم ما شاء الله عليك، يعني المحاضرة فعلا كنا محتاجينها جدا، والوقت اللي قضيناه فيها أعتقد ده نعتبره جزء من اللي أنت بتدعو إليه. نعم. إنك تعيش حالة من الانسجام مع النفس والصراحة مع النفس أيضا، ورصد العيوب بلاش العيوب، نقول السلبيات ونخلي تعبيراتنا كلها أقرب للإيجابية بعيد عن السلبية. طبعا كان فيه قبل ما أفتح باب لو حد عايز دخلة، يعني كلامه لحظة حلو قوي، يعني بس سؤال كده سريع كده، تفضل. إحساس عدم الأهمية في مراحل معينة من العمر قد تنتاب البعض، سواء باختراقه من سن التقاعد في بعض الأحيان، أو تقليل دور المعتمد عليه فيه في جهة عمله، خصوصا عند الناس اللي بتشتغل بجهدها بيدها أو بمجهودها وليس العمل الذهني. أيضا إحساس عند الأزمات المالية أو تغير ظروف العمل أو فقدانه، ودي نقطة مهمة جدا، يعني لازم إن إحنا أخدت من كلام حضرتك ومناقشتنا لابد أن ننتبه، لأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا قل دخلك في مرحلة من المراحل أو انقطع الدخل تماما سواء الفترة مؤقتة أو هيئ لك بفقدان عمل أن الدنيا قد أظلمت وأسودت، لا 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 الخير جاي، والله سبحانه وتعالى يرزق الجميع، هو كفيل بنا، بس إحنا علينا السعي والأخذ بالأسباب، لكن رزق سيسوق الله سبحانه وتعالى إليك، ففي بعض قول أحد الصالحين رزقك يسعى إليك. نعم. أنت مش راح لرزقك، أنت بتاخد بالأسباب بس، وبتجهز نفسك وتعد نفسك وتأهل نفسك وتبدي استعداد، لكن الرزق هيجي لك فين؟ ده من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن لا أنام وأركن أنه سيأتيني أيضا، لكن لن أشعر بقيمته وبجماله وبأثره إذا لم أكن مستعدا له أو حريصا عليه. فلو بس حتة انت رسالة لمن يشعر بالقلق عند هذا المتغير، سواء تغير مرحلة عمرية معينة أو عند بعض الأزمات. جميل. طبعا الشكر موجه لكل الزملاء اللي بيتكلمون على الدردشة والشات، والجزء الثاني الرائع اللي عايز أقوله لكم إن الحياة بتدي لك على قد احتياجك، وكل ما بتتحرك حياتك وعمرك في مواطن كل ما بيدي لك باب، ولكن انت للاسف في ابواب ما بتشوفهاش. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان الواحد دايما بيقيس العطاء بالمال، ايه دخله قد ايه، دخله مرتفع ولا دخله قل،
العطاء برضه ممكن يكون بالصحه، وممكن يكون كمان من راحه البال. ناس بتدفع مال عشان تحصل راحه البال. كويس. فانت وان كنت قربت من سن التقاعد وانت خايف ان يبدا الدخل بتاعك يقل، بدايه يبحث عن بدائل. احنا ما بنقولكش ما تبحثش عن بدائل للدخل، ولكن برضه ممكن تفكر فيها على انها فرصه، فرصه تستريح شويه. اضرب لكم مثال، اضرب لكم مثال. انا مثلا بتجي لي دوره، يقول لي عندك دوره 5 ايام، فبتمنى احيانا ان الدوره تبقى 3 ايام بس. ليه؟ انا لما تيجي 5 بضطر اقبلها، ان انا 5 وبشتغل. ليه؟ عندي متطلبات. لكن لما بتيجي 3 بوصلها على انها رحمه من ربنا بيا، ان جت 3 جالي دخل الحمد لله هعيش منه، ولكن بقى عندي يومين اقدر اعمل فيهم حاجه تانية انا بحبها، اقدر احافظ على صحتي النفسيه. ليه؟ في قاعده جميله قوي بتقول لك بعد ال 50 50. يعني ايه بعد ال 50 50؟ يعني بعد ال 50 سنه انت محتاج 50% من حياتك لنفسك. يعني ايه لنفسك؟ تهتم بقى بصحتك البدنيه، تهتم بصحتك النفسيه، تهتم بصحتك الايه؟ العاطفيه. طب لو انا عندي 40 يبقى 40%. طب لو 30 30%. كل ما بتكبر كل احتياجك ان انت تاخد وقت وراحه بيكون اكبر، واحيانا بيقل عندك الرزق زي ما انت متصور او العمل، وقد يكون ده مفيد انت ما تبقاش عارف، يعني ممكن يكون ده الامثل ليك. واحيانا الواحد بيعمل شغل كبير وفجاه تجيله ازمه ربنا يعافينا بتاخد اللي قدامه واللي وراه. ففكر في الموضوع بشكل ايه؟ اجمالي. الشكل الاجمالي ده هيخلي عندك شيء من الساتسفاكشن، الرضا، يعني حاسس لا الحمد لله اللي انا بعمله النهارده هو ده امثل حاجه، ولو في حاجه احسن انا هحاول فيها ان شاء الله بكره. تمام. برضو لازم ننتبه لاختلاف مصادر الضغوط، هل هي مالية، إدارية، اجتماعية، عائلية، دائرة الأصدقاء، هل هي قلق نفسي لابد من الانتباه لها. ده من الحاجات برضو اللي روح رصدها أثناء المحاضرة. جميل جدا 30 دقيقة امشي، حاجة جميلة جدا. نعم. وأن أقل من 45 دقيقة لا تركب، امشي، دعوة. أيوه. جميلة جدا. أذكر في هذا الصدد علامة كبير في عالم الطب، الأستاذ الدكتور رفعت النحاس رحمة الله عليه، كان أحد علامات كلية الطب المنصورة، وكان جار لنا، وكان أستاذ علم وظائف الأعضاء الفسيولوجي. وكانت لمن معنا في المحاضرة الآن من أهل المنصورة، كان يسكن أو بيته قريب من الجامعة، والعيادة في السكة الجديدة قريب من محطة السكة الحديدة، تاخد لها ماشي حوالي 35 دقيقة كده تقريبا. أيه. فكان يذهب من بيته إلى العيادة ويعود على قدميه، ما شاء الله، ويمشي بخطوة غاية في الجدية والهمة. وهو من هو يعني لا ينقصه مال أو سيارات أو. نعم. نعم. رحمة الله عليه، نذكره بالخير، كان نموذج ودليل في الرقي والأخلاق والالتزام والعبادة، حاجة جميلة جدا. نعم. لما ذكرت الموضوع المشي ده يعني تذكرته، فحق له الدعاء له بالرحمة والمغفرة، كان نموذج وقدوة. وعلى مهلك، لأننا مستعجلين. أيوه. برضو عشان كده في المحاضرة دي على مهلك، لأن احنا مستعجلين، لأن احنا نفقد النفع الكبير. دكتور أكرم، وأفضل ساعات النوم من 8 إلى 4 مهمة جدا جدا، نفتقدها أغلبنا يفتقدها، والمحظوظ من أدركها فعلا، والناس للناس. نعم. ولن تعيش مفردك، والعطاء جزء من احتياجك. برضو الإخواننا اللي هيجرب العمل العام والعطاء والإحساس بلذة أن توصل خير أو نفع الآخرين لن يتركه إلا مع آخر نفس. نعم. وهذه يعني أعتقد ينطبق عليها، إذا كانت كانت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فأدعو كل من يمتهن العمل العام أو من الله عليه به أن يعلم أنه لا نهاية لهذا العمل أو البذل أو الاجتهاد في هذا الخصوص. شريطة توجيه النية بالطبع. نعم. برضو أهلك لا تهلك. جميلة جدا طبعا الأمثال الدارجة، لكن لما تقف عندها تستشعر قد إيه إحنا مجتمعنا وموروثاتنا فيها الكثير من الفائدة والقيمة التي تستحق أن نهتم بها ونقف عندها. نعم. أيضا يعني التخلص من جروب سب المجتمعات والناس والانفصال. نعم. عن المجتمع بدعوى أنك من عالم آخر
ولا تستحق أن تعيش في هذا العالم المنحدر أو المجتمع المنحدر، سواء نعم وصفته ثقافيا أو خلقيا أو أو لا لا، يعني شد الهمة والعزم وأصلح، أي أصلح إن وجدت عيب فأصلحه. نعم مفهوم الفضفضة حاجة جميلة جدا، والبحث عن الحكماء والمتميزين والمحافظة على العلاقة بهم حاجة جميلة جدا. محتاجين الموضوع ده كتير يا دكتور أكرم. طيب على بركة الله. يعني احنا ممكن نعمل مبادرة يا مهندس هشام نسميها بسمة، ونقول مبادرة بسمة دي يا شباب، أي حد بقى عنده إن شاء الله رغبة في الدردشة نعمل كده جروب للدردشة، بحيث لو في مشاكل نحاول نحلها. أنا عجبني جدا الفكرة بتاعت عيادات الرواد اللي موجودة في المملكة، بتمنى إنها تكون موجودة عندنا في الهيئة، هيئة المهندسين، بيتعمل حاجة اسمها فعلا عيادات الرواد. كويس كده، وممكن تكون حتى في الغرف التجاريه عيادات الرواد رائعه جدا، او عيادات الاعمال. كويس كده، عيادات المشاريع جميله، لان الناس كتيره مش بتبقى بس عندها مشاكل اداريه، ممكن يكون عندها مشاكل نفسيه، مش قادر يسيطر على مشروع ولا يتعامل معاه ولا يتعامل مع الناس ولا قادر يتفهم احتياجاتهم. فيعني ممكن يبقى بالظبط حاجه كده بالظبط. مبادره نحكيها اللي عندنا في العيد. ليس شرط الازمه ان تكون ازمه ماليه او ازمه نعم نفسيه، يعني انا اعتقد الحاج سعيد وهو يكلف بالكوبري أيوة. ب 25% من قيمته هو يعيش أزمة. يعيش ازمه، طبعا ربنا يعينه، اكيد هو عارف هو هيتصرف ازاي، لكن عندما تستشعر مكانه كده تحس ان هو اخذ، يعني ربنا يعينه. طبعا كانت حاجه لفته جميله وحاجه جميله. النقطه مهمه جدا يا دكتور اكرم، من الحاجات اللي حضرتك ذكرتها يعني البحث عن الراحه النفسيه في مجالسه البسطاء، ونحن منهم ان شاء الله، نعم يعني فعلا لن تعدم ان تجد هذا المنفذ للراحه نعم. النفسيه والمصالحه مع النفس والعوده للجذور والاصول. البسطاء ما أكثرهم وما أنقاهم وما أبدعهم وما أبسط تلقائياتهم في حوارهم وفي حديثهم، ولعلنا شاهدنا المقطع اليوتيوب الذي انتشر كثيرا جدا الفترة اللي فاتت، الراجل لما قابله المذيع وبيديله 3000 جنيه، فبيقول له يعني ده حلال يا واد عمي، أي والله الراجل ساب الدنيا كلها. وشفت اللقطة نعم. أول ما قابله ووشه ضاحك مبتسم، نعم، واللقطة ساعة ما اداله الفلوس الراجل وشه اقتضب وهو أي يسأل عن هل الفلوس دي كده حلال؟ أي يعني أنا أخشى الراجل بعد ما استضافوه في التلفزيون واللقاءات التانية بعد كده أن يفسدوا عليه انسجامه وصلاحه مع نفسه، أسأل الله سبحانه نعم له الصلاح والسكينة يا رب والإطمئنان والأمان. لكن فعلا هؤلاء البسطاء وما أكثرهم لن نحتاج جهد كبير لنصل اليهم ونبحث عنهم، هم حوالينا نعم نعيشهم ويعيشونا. لكن انتبه انتبه ان هذا الانسان يحمل في قيمته وقدره ما يجعله اهلا لان تستلهم منه راحتك النفسيه والعوده الى الهدوء النفسي والسلامه نعم مع النفس. اذا دعينا للسلامه مع المجتمع نعم بشكل عام ومع الاخر الذي هو كل من يختلف عنك، سواء في المرحلة العمرية أو نعم العمل أو الثقافة، يعني خلينا نبعد عن موصوف الآخر اللي هو اللي صاحب الديانة الأخرى أو نعم العقيدة الأخرى، لا لا الآخر عشان نبسط الصورة، اعتبره كل ما يختلف عنك نعم في أي جانب من الجوانب، نعم ستجد نقاط التقاء كثيرة جدا وسهلة جدا ويسيرة جدا، وحري بنا أن نبحث عنها لأنها ستكون باب كبير لسد نوافذ قلق نفسي وأزمات نفسية كبيرة جدا. أنا يعني بصراحة أنا أعتقد المحاضرة دي، أنا أدعو كل الأخوة اللي بيسمعونا واللي نعم هيسمعونا كده جدير أنها ترسل لكل من يهمنا أمره نعم لهذا الانسجام النفسي، الدعوة للانسجام النفسي والمصالحة مع النفس والانتباه، لأن أنت قد تكون تعيش أزمة نعم وأنت لا تدرك. دي حقيقة. وقد زي ما قلت انت كده، في الناس اللي يومها معكوس وليلها معكوس ونهارها معكوس، انت بتدمر اجهزه الجسم، فجاه يقول لك فلان وقع، ما هو نعم وقع عشان هو بيحارب نفسه وبيكسر نفسه وعنده الحاجات جوه عماله بتدمر نعم بعضها البعض.
فالانتباه هتولد كثير من الراحة وتدي وتفسح مجال كبير للمعالجة والوقاية قبل العلاج. نعم شكرا دكتور أكرم، أنا سعيد جدا بال الله يبارك لك ويحفظك، وفي انتظار إبداعات كثيرة. الله يبارك لك ويحفظك يا رب. وزي ما أنت شايف كده، إحنا لما تحدثنا في الموضوع خدنا أكشن سريع فيه، لأن هو الموضوع لا جميل ما شاء الله مهم وهام، ومثل هذه المواضيع يعني إيه من الحصافة ألا نؤخرها. نعم، طالما أن إحنا نجد أنه يوقع أثر كبير وأثر جيد مع الناس، فنحرص على أن إحنا يعني ندرك هذه الفرصة بشكل جميل جدا. أشكرك دكتور أكرم، الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. هذا اللقاء المتميز الأخوة الأفاضل في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن نقدم الشكر لضيفنا الكبير الأخ الصديق العزيز دكتور أكرم حسن على هذه المحاضرة المتميزة، وأيضا راغبين شهادة حضور هذه المحاضرة، وعن القيمة الأكبر في حضورها والاستماع إليها وإعادة الاستماع إليها إن شاء الله. أعتذر عن تأخر البدء 10 دقائق تقريبا، وأعتذر للإخوة على الفيسبوك إذا كنا تأخرنا في البث، فتجدوا الفيديو مش كامل، لكن هتجدوه على قناة اليوتيوب كاملة إن شاء الله من تسجيل الزوم. أشكركم، أشكر دكتور أكرم، جزاكم الله خير وبركة فيكم ونفع بكم. الإخوة راغبين في شهادة حضور عليهم تعبئة نموذج التقييم الموجود في الشات وموجود أيضا على قناة تليجرام. أيضا أستاذنا وثقتنا الكبير الدكتور أكرم نجار أرسل لي أنه عنده ملف بي دي اف ومحاضرة متعلقة بهذا الموضوع، سنقوم بنشرها على قناة تليجرام الخاصة بالمبادرة إمعانا في الفائدة للجميع إن شاء الله. على موعد بلقاء إذا قدر الله البقاء وأمر باللقاء الاثنين المقبل إن شاء الله. دكتور أكرم جزاكم الله خير، والسلام الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للجميع ونراكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.